يا مساء الانوار على حضراتكم جميعا، يا اهلا وسهلا وحلقه جديده ومساء الانوار. وكالعاده وفي نهايه كل اسبوع كروي بيبقى عندنا حلقه تحت عنوان حصاد الاسبوع، نستعرض خلالها كل الظواهر الكرويه التي حدثت خلال هذا الاسبوع الكروي، مع استعراض قطعا للقطات مؤكده لهذه الظواهر وأيضا أهداف الجولة بالكامل. سيكون في هذه الفقرة التحليلية الكبار الكباتن فاروق جعفر وعلاء ميهوب. في البداية وكالعادة باقة من آخر الأخبار والمستجدات، بنبدأها كما تعودنا بسؤال حضراتكم على صفحتكم مساء الأنوار على الفيسبوك. في حلقات الحصاد بنعرض مجموعة من الأهداف، بتختار الأحلى من وجهة نظرك. عندنا النهاردة أربع أهداف. الهدف الأول للاعب النادي الأهلي الكبير والمنقذ في مباراتين هامتين للنادي الأهلي، علي معلول. الهدف في مرمى طلائع الجيش في الوقت القاتل من المباراة. ما يهمناش حكاية الوقت دي، يهمنا جمال الهدف، يهمنا جمال الهدف. زي ما دايما بقول لحضراتكم فيما يتعلق بالأهداف اللي احنا بنعرضها وبتختاروا منها الأحلى، يبقى الهدف الأول لعلي معلول. هدف الثاني لخالد قمر، أنا آسف، لأحمد علي، لاعب المقاولون العرب في مرمى الداخلية. أحمد علي هو الهداف النهاردة، بيثبت أنه هداف قدير بالفعل وأحرز هدفين في هذه المباراة. حطينا الهدف ده النهاردة ضمن أحلى أربع أهداف في هذه الجولة. هدف الثالث هدف خالد قمر المتألق، لاعب الاتحاد السكندري في مرمى النجوم. خالد قمر بيؤدي مردود رائع جدا خلال الفترة الأخيرة، وبيقود فريقه إلى انتصارات هامة للغاية في مسيرة الاتحاد السكندري. آخر الأهداف عندنا هو هدف رامي صبري النهاردة المنقذ في مرمى بتروجيت. هدف رائع وعزيز للغاية، أيضا بصرف النظر عن أهميته وفرحته فيما يتعلق بالنقاط الثلاثة اللي حصل عليها إمبي النهاردة من وراء هذا اللاعب المتألق اللي أحرز هدفين النهاردة مؤثرين للغاية في المسير. النهارده كان عندنا مباراة وحيدة، هي مباراة إمبي أمام بتروجيت. إمبي يسعى إلى الخروج من دوامة الهبوط، بتروجيت يحاول أن يؤكد تواجده في مسابقة الدوري العام الموسم القادم، ومن هنا كانت المباراة صعبة وعسيرة للغاية على كلا الفريقين. إمبي تقدم بداية عن طريق رامي صبري في الدقيقة 61 بضربة رأس بارعة للغاية، بعد أن استحكمت المباراة وتجمدت في منطقة وسط الملعب للكفاح الكبير جدا بين الفريقين، كليهما يسعى زي ما أنا قلت إلى إحراز ثلاثة نقاط، والنقطة الواحدة في هذا التوقيت لن تفيد. ثم ضربة جزاء لفريق بتروجيت في الدقيقة 73، شكري نجيب يعيد المباراة مرة أخرى إلى نقطة البداية، ولكن مرة تانية رامي صبري، وفي الدقيقة 92 المنك، شوف هيتجنن، لازم يتجنن. ثلاث نقط إمبي يا جماعة، لو ما كانش أخذ الثلاث نقط دول كان هيتعرض لدوامة هبوط عنيفة للغاية، وناهيك عن الأعصاب اللي هتبقى مشدودة في مبارياته المتبقية وعددها أربع مباريات. النهاردة رامي صبري أعطى قبلة الحياة لفريق إمبي بثلاثة نقاط غالية جدا جدا، نقلته للمركز الخمستاشر وبرصيد 33 نقطة، واقترب بقوة من التواجد في الدوري الممتاز الموسم القادم، لأنه كده يبقى هو فاضله أربع مباريات كاملة. أنا بقول لو أخد ثلاث نقط بس
من الأربع مباريات الباقية دي سيبقى في الدوري الممتاز برغم من مفاجآت حرس الحدود اللي راح للنقطة 32 بفوز مدوي بالأمس. فلعبة الكراسي الموسيقية ما زالت عنيفة جدا في منطقة المؤخرة. يعني لو بصيت تحت خالص في نهاية الجدول إكلينيكيا النجوم في القسم الثاني ما لم تحدث مفاجآت، مش عايز طبعا أحبط حد أبدا، لكن بعينيك كده 25 نقطة وفاضل له أربع مباريات، هو محتاج لو كسب الأربع مباريات وهذا أمر صعب جدا هيستنى في الدوري، لكن غير كده الأمر هيبقى بالنسبة له صعب جدا. برضو لما ترفع عينك شوية هتلاقي الداخلية 27 نقطة وفاضل له 3 مباريات، محتاج يكسب الثلاث مباريات عشان احتمال يبقى موجود في الدوري. إذن النجوم والداخلية في مهب الريح، يبقى الصراع الرهيب على المقعد الثالث في منطقة الهبوط. هل هو حرس الحدود اللي بيؤدي بشكل رائع جدا ووصل للنقطة 32 وفضل له 4 مباريات، ولا إمبي اللي وصل للنقطة 33 وفضل له 4 مباريات، ولا بتروجيت اللي وصل للنقطة 34 لكن فضل له 3 مباريات بس، ولا طلاع الجيش اللي وصل للنقطة 34 وفضل له 3 مباريات بس؟ أعتقد أن الفريق الثالث إذا سلمنا بالنجوم والداخلية هابطين، الفريق الثالث هيبقى ما بين طلاع الجيش بتروجيت في المقام الأول وإم بي وحرس الحدود. الأربعة دول أي فرقة منهم هتنضم إلى النجوم والداخلية، لكن برضو أرجع وأقول مش عايز أحكم بالإعدام على النجوم وعلى الداخلية ما دال في العمر بقية، ولكن أنتما في غرفة الإنعاش. طيب النهاردة بقى كرنفال إيه بقى؟ آخر جمال في العالم، آخر جمال حدث ولا حرج في المملكة العربية السعودية، كأس خادم الحرمين الشريفين، المباراة الختامية بين التعاون قاهر الهلال بخماسية واتحاد جدة قاهر النصر 4-2 في حضور خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان ابن عبد العزيز وبرفقته ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. استطاع التعاون أن يفوز على اتحاد جدة 2-1 ويحرز كأس خادم الحرمين الشريفين. بكده الحقيقة التعاون قدم لنا موسم استثنائي، كون إن هو يفوز على الهلال 5-0 يتسبب في إقالة زوران من تدريب الفريق واستقالة رئيس نادي الهلال بعد هذه الهزيمة القاسية جدا والإقصاء من الدور نصف النهائي لكأس خادم الحرمين، إذا بالتعاون مرة أخرى يحقق نتيجة إيجابية على اتحاد جدة ويفوز عليه 2-1 في مباراة ممتعة وسط جماهيري رائع واهتمام من الدولة ممثلة في الملك والأمير، شيء جميل وشيء عظيم. نتمنى يا رب ملاعبنا تبقى بالجمال ده، ونتمنى يا رب ان نشوف الجماهير بالشكل ده. طبعا كلكم عارفين سيناريو هذه المباراة، الاتحاد في الشوط الأول تقدم بهدف، ولكن الشوط الثاني التعاون سيطرة كاملة على مجريات المباراة واستطاع أن يمطر مرمى الاتحاد بهدفين ليعتلي القمة ويحصل على الكأس الغالي. نروح لبعض المشاكل في معسكر حاليا بدني وتدريبي للحكام الأفارقة اللي هيحكموا في كأس أمم إفريقيا اللي هتنطلق بمشيئة الرحمن
يوم 21 يونيو القادم وعقب عيد الفطر المبارك مباشرة. هذا المعسكر التدريبي موجود في المغرب، عندنا لقطات قدام حضراتكم، ودي صورة لل 42 حكم المختارين من جانب الاتحاد الإفريقي بترشيحات طبعا الاتحادات الأهلية، ويمكن أكثر حكام تم ترشيحهم من مصر باعتبار مصر هي الدولة المضيفة، 6 حكام من مصر، 3 حكم ساحة و3 مساعد، وتاني دولة من حيث عدد الحكام تونس، 5 حكام، 3 حكم ساحة و2 حكم مساعد. هذا المعسكر الغرض منه بيعملوا اختبارات بدنية وكوبر للحكام حتى يطمئنوا على جاهزية الحكام لإدارة بطولة بحجم أمم إفريقيا. ولما نقول بحجم أمم إفريقيا نحن نعني الكلمة، لأنه المنتخبات الإفريقية بتعج بالنجوم الأوروبيين، وعلى سبيل المثال للحصر محمد صلاح نجمنا في منتخب مصر، ساديو ماني صديقه في منتخب السنغال، عد بقى عشرات بل ربما مئات اللاعبين المحترفين الأفارقة في صفوف أعتى الأندية العالمية. وبالتالي لابد أن يكون الحكام على قدر قيمة المنتخبات واللاعبين الكبار اللي موجودين في صفوف المنتخبات. طبعا في 6 حكام من مصر، هم جهاد جريشة ومحمود البنا وأمين عمر حكام ساحة، ثم أحمد حسام طه وتحسين أبو السادات ومحمود أبو الرجال وهم حكام مساعدين. طيب إيه القضية يعني في اللي أنا قلته ده؟ باختصار شديد، وجريدة الأخبار أشارت إلى هذا الأمر النهاردة عشان نديها الحق، أنا الموضوع كان عندي بالكامل الحقيقة امبارح، ولكن امبارح لظروف طبعا مباراة برشلونة وليفربول وكان عندنا 3 فقرات والدنيا كانت زحمة قوي ما لحقتش اتكلم امبارح. الموضوع انه الحكم الدولي محمود البنا كان بيحكم هنا في مصر لقاء الخاص بالهلال السوداني والنجم الساحلي التونسي، وحكموا على اعلى مستوى، وانتهى هذا اللقاء بفوز طبعا النجم الساحلي في البطولة العربية طبعا وتبوأ القمة وأخذ كاس زايد والدنيا دي كلها. بعد كم يوم سافر الحكم الدولي محمود البنا إلى المغرب للانضمام إلى المعسكر بتاع الحكام عشان يجرى عليه مثل زملائه الاختبارات الطبية والبدنية واختبار كوبر حتى تثبت صلاحيته الكاملة لإدارة أمم إفريقيا. راح، وبعد ما راح زملائه والدنيا كلها دخلوا الاختبارات البدنية، هو قال أنا بعتذر عن أن أنا أخش هذه الاختبارات البدنية. قالوا له ليه؟ قال لهم أصلنا مصاب. طبعا كلمة مصاب دي مش ماشية لسببين. السبب الأول أنه هو قبلها بيومين 3 كان محكم مباراة كبيرة قوي قوي بحكم الهلال والنجم الساحلي في نهائي بطولة كأس الشيخ زايد وطالع سليم زي الفل. الأمر الثاني، إذا أنت كنت مصابا سافرت ليه من أساسه المغرب وأنت تعلم أن المغرب هناك معسكر إعداد بدني واختبارات للتأكيد على الأسماء اللي هتحكم في أمم أفريقيا؟ هو حكم النجم الساحلي والهلال، أنا قلت تمام، يبقى في سببين هنا أنا أرفض فيهم كلمة اعتذار عن خوض التدريبات والاختبارات البدنية والكوبر، لأنه حكم مباراة هنا في منتهى القوة، ثم إذا أنت مصاب سافرت ليه؟ طبعا السيناريو المتوقع إن هو هيرجع هنا وهيتعمل له اختبار داخل أروقة اتحاد الكرة زي ما اتعمل قبل كده، واتحاد الكرة هيخطر الاتحاد الافريقي ان هو تمام التمام، وهيخش
يحكم في أمم إفريقيا، هذا لا يليق، هذا لا يليق على الإطلاق. طبعا اللي أنا بقوله، لأن هذا الحكم مدعوم بأحد أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة البارزين، وده الأخبار كتبه النهاردة بالمناسبة، وأنا عارف القصة دي من زمان. وما هو أكثر من هذا، إن السنة اللي فاتت أو اللي قبلها أنا مش فاكر قوي، كان دخل الكابتن محمود البنا معسكر حكام النخبة، معسكر حكام النخبة، ورسب أيضا في الاختبارات البدنية، وتم إيقافه من قبل الاتحاد الإفريقي 6 شهور، ثم عاد ليحمل الشارة الدولية. وهذا أمر في حد ذاته لا يليق. على فكرة قبل ما أكمل، كابتن محمود البنا ده شخص لطيف جدا وحبوب جدا، وأنا استضفته مرتين في استوديوهات اللي أنا في مساء الأنوار يعني، وأنا شخصيا بحبه جدا جدا، لكن إحنا بنتكلم في حق ربنا، بنتكلم في حق ربنا. إذا في حكم راح اختبارات دولية ورسب في هذه الاختبارات الدولية، لا يليق أن يحمل الشارة الدولية، لأن أنا بعته يشرف اسم مصر ولم يستطع لعدم القدرة البدنية، وده مش عيب إنه بقاش عنده قدرة بدنية، ده مش عيب، لكن العيب إنه بقاش عنده قدرة بدنية وأنا أحمله وأخليه يحمل الشارة الدولية. هذا أمر. الأمر الثاني الذي لا يليق على الإطلاق، على الإطلاق، إنه يحكم مباراة دولية كبيرة في مصر ويسافر المغرب عشان يجري اختبارات بدنية، وبعد ما يسافر يعتذر عن أنه هو يخوض هذه الاختبارات البدنية، لأنه يعلم أن هناك عضو بارز في اتحاد الكرة سيحميه عندما يعود، وتتعمل لجنة في التمام، ويتبعت الاتحاد الافريقي ان احنا عملنا له الاختبارات هو زي الفل، ويخش الحكم ربما على حساب زميل له لائق بدنيا، ولكن هو اخذ مكانه. انا ما عنديش مانع ان هو يخش، لكن بشرط ان يطبق عليه ما يطبق على زملائه بشكل شرعي. انما عشان يبقى في عضو بارز في مجلس اداره اتحاد الكره يحميه ويعفيه من الاختبارات البدنية ويحرم من هو لائق بدنيا من الدخول مكانه، هذا أمر مرفوض. وخلي بالك، و2014 نفس القصة مع كابتن سمير عثمان بالمناسبة. على فكرة، على فكرة، الكابتن حسام طه وهو مساعد حكم حامل راية يعني، طلع كام بيان قبل حكاية المغرب وما المغرب دي، وكانوا مستبعدينه أساسا من أنه هو يروح المغرب عشان يعمل اختبارات بدنية، ومن ثم هو مستبعد من التحكيم في أمم إفريقيا لسبب بسيط جدا، وهو على فكرة عمل بيان، أنا ما بقولش أسرار يعني، لكن في الكواليس كده هناك مساعد آخر محترم جدا اسمه محمود أبو الرجال. محمود أبو الرجال بيحظى بشعبية في مدينته، في بلده، وهناك في بلده مجموعة كبيرة من رؤساء الأندية اللي ليهم صوت في انتخابات اتحاد الكورة، فلما ما تحطش اسم أبو الرجال راحوا بربطة المعلم على اتحاد الكورة، لازم تحطوا اسم أبو الرجال، لازم تحطوا اسم أبو الرجال، وإلا ونحن نعلم وإلا دي، لأن الأصوات بتطير، أصوات بتطير، ولما تطير الأصوات هي اللي بتقعد على الكراسي. فتحط واستبعد من له الحق الأصيل وهو حسام طه. فلما حسام طه عمل بيان ونزل في المواقع والدنيا كلها، قالوا له يلا يا جماعة سفروه، يلا مش مشكلة، هو يسافر، وغير كده لما يرجع ما هو احنا اللي هنختار مين اللي هيروح أمم أفريقيا، نبقى نستبعده، مش قضية يعني. وكل هذه الأمور لا يعلم عنها على ما أتخيل وأتصور رئيس الاتحاد المحترم المهندس ثاني أبو ريدة، لأنه لو يعلم أتصور أنه قد يتدخل وبقوة، لكن مع الأسف
لأنه هذا يحميه عضو مجلس إدارة بارز في الصورة تماما في كل الأحداث، والآخر يحميه أيضا رجل آخر داخل مجلس الإدارة. أنا حبيت أقول ده من منطلق حق ربنا. أنا لا يفرق معايا البنا ولا حسام طه ولا أبو الرجال ولا أبو أي حد خالص خالص، لكن احنا بنزعل لما نشعر أن هناك من يظلم لصالح اللي له ظهر وله حد يحميه. أرجو من صديقي العزيز المهندس هاني أبو ريدة أن يتدخل بقوة في هذا الأمر ويحسم هذه الأمور. البنا لم يختبر، وهيجي هنا هيتعمل له اختبار كده لطيف، ومبروك اتفضل حكم لحساب أو على حساب ربما حكم آخر عنده كل الحق البدني والتاريخي من خلال أعداد بطولات شارك فيها أنه له الحق أنه هو يخش في هذه البطولة. اللهم إني بلغت. طيب نروح بقى لأخبارنا السريعة، نبدأ بالنادي الأهلي. النادي الأهلي طبعا بيستعد بقوة لمباراته أمام النجوم يوم الأحد القادم. كل حضراتكم عارفين دلوقتي وزي ما دايما بنكرر كل يوم أن النادي الأهلي ونادي الزمالك ما عندهمش رفاهية خسارة النقاط، وامبارح النادي الأهلي لولا علي معلول لكان خسر نقطتين ثمينتين، وعلي معلول في الوقت الضايع في الدقيقة 90 أو 92. لو خسر النادي الأهلي امبارح النقطتين كان قاب قوسين أو أدنى من الخروج من بطولة أخرى جديدة، خرج من أفريقيا، خرج من البطولة العربية. خسارة امبارح أو خسارة نقطتين امبارح أنا بقول كانت بنسبة كبيرة جدا هتبعده عن درع البطولة، ومن ثم لا هو ولا الزمالك عنده أي رفاهية خسارة نقاط على الإطلاق على الإطلاق. وطبعا ربنا كرم امبارح بقذيفة علي معلول أو علولو زي ما بيقولوله في الوقت القاتل من المباراة، وبعد طبعا طرد أحد لاعبي طلائع الجيش في وقت عصيب لم يستطيع طبعا الطلائع أن يقاوم طوفان هجوم النادي الأهلي. بدأ الاستعداد بقى للنجوم النادي الأهلي، وانتظم حسام عاشور في المران الجماعي بعد تعافيه من الإصابة في العضلة الأمامية. حسام عاشور لعيب مهم في الفريق ما في شك في هذا طبعا. تم الاطمئنان على حالة جيرالدو. جيرالدو بعد ما اصطدم مع بسام حارس مرمى طلائع الجيش محمد بسام فقد وعيه تماما وفقد الذاكرة وفقد الذاكرة. لو عندنا لقطة الاصطدام دي يبقى كويس قوي، لان عايزين نقول فيها كلمتين كده، لحظة اصطدام جيرالدو بالحارس محمد بسام، لان عليها كلمتين مهمين حابين نقولهم يعني. فتم الاطمئنان على الانجولي جيرالدو وأصبح حالته مطمئنة، وربما يكون له دور في مباراة النجوم القادمة بمشيئة الرحمن. ده الاصطدام اهو. ايه بقى اللي بيحصل في هذه الحالة زي ما شرح دكتور الفريق؟ قال انه اي صدمة في الراس بتكون زي الكمبيوتر او الحاسب الآلي، بيحدث زي ما تقول ايه برجسة في الدماغ، يحدث توقف لوظائف المخ، ثم يبدأ الجهاز العصبي يستعيد نشاطه رويدا رويدا، يعني يعمل داونلود. يعني الأول أول خبطة بتخلي الدماغ أو المخ بالذات يهنج، نسميها كده بلغة الكمبيوترات والموبايلات، وبعدين يحصل له داونلود. في التهنيجة دي يقولوا له أنت اسمك إيه؟ يقول لهم علي وهو جيرالدو. يقولوا له هو الماتش ده بين مين ومين؟ يقول لهم بين الزمالك وإنبي كده يعني. وبعدين بعد شويه والداونلود يشتغل ودماغه تشتغل، يبتدي رويدا رويدا يستعيد الجهاز العصبي قدرته على التذكر. واهم حاجه زي ما الدكتور قال منع اللسان من البلع وانه يسقط في الحلق، وبعدين تبتدي عمليه الافاقه بشكل كامل. عشان كده هم ما ودوهوش المستشفى في ساعتها، وبيخضع حاليا للمتابعه وتناول بعض العقاقير الطبيه، وشارك في تدريبات اليوم،
وبدا يتعامل زي زملائه بالظبط فيما يتعلق بالاستشفاء من الحكايه، لكن بشكل عام الحمد لله ان هي عدت بسلام. كمان مروان تعرض لرشح في الركبه، ويعني في سبيله الى التعافي، لكن يا ترى هيلحق المباراه القادمه من عدمه؟ الله اعلم. بشكل عام الاهلي بيستعد بقوه لهذه المباراه، كل مباريات الاهلي والزمالك هنسميها مباريات حاسمه. نروح للزمالك. الزمالك بيستعد زي ما كلنا عارفين للقاء باذن الله النجم الساحلي. لقاء النجم الساحلي المصيري يوم الاحد القادم. مصيري ليه؟ يا اما اروح للنهائي يا اما اروح على البيت. مفيش بقى ايه حاجه تانية خلاص. هو هنا الزمالك بفضل الله كسب 1-0. لقاء العوده امام النجم الساحلي يوم الاحد الساعه 9 مساء. 9 مساء 11 مساء هيتحدد مين اللي هيروح النهائي. يا رب يا رب يكون باذن الله نادي الزمالك هو اللي هيذهب الى المباراه النهائي. استعدادات بقى مكثفه طبعا لنادي الزمالك. خالد بوطيب بيواصل التاهيل بقوه. جروس فضل ان هو محمد عنتر لا يشارك النهارده في التدريبات. حازم امام الباك اليمين طبعا الفريق بدا تدريبات الجري الخفيف حول الملعب. جروس قسم النهارده اللعيبه الى 3 مجموعات، كل مجموعه من اللاعبين بتادي تدريبات بالكره من لمسه واحده. كمان كروس حرص على ان يشارك حراس المرمى جنش وعماد السيد وعمر صلاح ومحمود عبد المنصف في هذه التدريبات اللي هي تدريبات الكره من لمسه واحده، لانه الجول كيبر في الكره الحديثه لابد ان هو يكون بيجيد اللعب بالاقدام. المغربي زي ما قلت خالد بوطيب بيواصل اداء البرنامج الموضوع له من قبل، والجهاز الفني بيعمل على تجهيزه لمباراة الأحد بإذن الله. محمد عنتر لم يشارك، بيخضع لبرنامج تأهيلي أيضا لأنه عنده إرهاق عضلي، والغريب أنه إرهاق عضلي وهو لا يشارك، لكن هو مش غريب الحقيقة بدنيا، لأنه لما يكون لعيب ما بيشاركش خالص لفترة طويلة وبعدين تيجي تشركه مرة واحدة في مباراة عنيفة زي مباراة النجم الساحلي الماضية دي هيعمل مجهود اوفر تحمل عضلته. هو عايز يلعب وعايز يوري المدرب ان هو كويس وقادر على الاداء، فهتلاقي هو بيأدي بمجهود مضاعف عن قدرته العضلية الحقيقية، فبيحصل ارهاق شديد في العضلات. وعشان كده بنقول دايما المديرين الفنيين الكبار وهم فاهمين اكتر مننا مليون مرة، لما يكون عندك لعيبة من اصحاب الكفاءات اللي انت عارف ان انت هتحتاج لها لازم تديله عبر المباريات. الماتش ده تديله نص، الماتش ده تديله تلت، الماتش ده تديله ربح، اللي بعده تديله 35. مهم ما تبعدوش عن ارضيه الملعب، لان مادام لاعب انت عارف انت هتحتاج له. يعني عنتر لعيب حريف، ايمن حفني لعيب حريف، احمد مدبولي كان مكسر الدنيا السنه اللي فاتت لعيب حريف مش موجود، وهكذا. فمع الاسف جروس كان يتعامل من منطلق اللي غلبه لعبه، وبالتالي ركز على مجموعة بعينها. لما جه يحتاج البدلاء الأكفاء ما استحملوش الضغط العضلي ولا العصبي، ومن ثم أما بينزل خلط تك تك في ثانية بتلاقيه مش قادر. هذا هو الأمر فيما يتعلق تحديدا بعنتر. أيمن حفني نزل زي ما احنا عارفين ما فيش حاجة خالص لأنه ما بيلعبش. أيمن حفني السنوات اللي فاتت دي كان هو الحكايه كلها، كان هو النجم بتاع نادي الزمالك، لان عنده قدرات فائقه في الاحتفاظ بالكره وفي المراوغه وفي اقتحام منطقه ال 18 بتاعه المنافس ثم ارسال الكرات الطوليه والعرضيه باتقان شديد. ولا حاجه من اللي انا قلتها دي شفناها في ايمن حفني لما نزل. طب راحت فين؟ اكلتها القطه؟ راحت فين؟ ما دي موجوده في الكمبيوتر بتاعه زي دماغ جيرالدو بالظبط. من راحت فين؟ توارت نتيجة عدم لمس الكرة في المباريات الرسمية. في فرق كبير قوي ما بين إن أنا ألمس كرة في تدريبات أو مباريات ودية أو إن أنا ألمس كرة في منافسات رسمية.
وبالتالي كل الكروت البعيدة لن تفيد نادي الزمالك على الإطلاق الفترة القادمة خالص، ولن يجازف إطلاقا جروس بأن هو يدفع بحد فيهم، لأنه خلاص لم يعد في العمر بقية. فيما يتعلق بإفريقيا ما عندوش إلا المحطة بتاعت يوم الحد، لو ربنا وفاه وكرمه يا رب، وإن شاء الله هيوفاه ويكرمه بإذن الله، أدي جروس رفع راسه وراح للنهائي. لو لا قدر الله أي أمر آخر وهي كرة قدم، راسه مش هتبقى بالارتفاع إطلاقا. ومن ثم هو سبق وقال ده إذا صح كلام القناة إياها إن هو لن يجدد عقده. على فكرة هو طبيعي لو ما أخدش الكونفدرالية ولو ما أخدش الدوري العام الزمالك لن يجدد. وخلينا واقعيين يعني عشان ما نقولش كلام إيه، يعني هو محطوط على المحك، سواء النادي صرح بده أو تجاهل ده أو أنكر ده، إحنا كلنا أنا وحضراتكم كده كلنا عارفين السيناريو ماشي إزاي. إذا أخذ بطولة إفريقيا وإذا حصل على الدوري العام هيقعد ومحدش يقدر يمشيه. إذا أخفق في الاتنين مؤكد ماشي. إذا أخذ واحدة وما أخذش واحدة العلم عند الله. كابتن عصام عبد الفتاح وخارج القاهرة اتصل بصديقنا بسام أبو بكر لما عرف اللي أنا قلته، فبيقول يمكن اتصاب في الطيارة أو يعني يا كابتن عصام يعني هيتصاب في الطيارة وهي بتعمل لاندنج يعني احنا كلنا ركبنا طيارة، تتصاب في الطيارة ليه يعني اركب الطيارة هتصاب في الطيارة ازاي يعني؟ هو أنا بجري في الطيارة؟ يعني الطيارة يا دوبك السلمتين والسلمتين وانتهينا على كده. يعني لازم يبقى الكلام منطقي عشان لازم كلنا نبقى صرحاء قدام الناس ونبقى واضحين جدا قدام الناس، لكن نقول كلام لمجرد التزويق او لمجرد ان احنا بنداري، ما هو دي كده بدايه المداراه. ما هو التصريح ده بقى كده بالكابتن عصام عبد الفتاح المحترم اللي انا بحترمه جدا، احترم جدا هذا الكلام، لكن حتى لو هيسال على الموضوع هيسال مين؟ ما هو بيكلمني تاني بيزود الكلام، عصام بيقول له لا قول للكابتن كذا، هو بيبلغني يعني، فبيقول هو هيسال عن الموضوع، هيسال مين؟ ما هو يسال مين؟ هو يسال صاحب الشأن، ما هو اللي قال اي، مش هو اللي قال كده؟ حد غيره قال غير كده؟ محدش قال غير كده. فبالتالي مادام هو اللي قال هو يقول له والله ده انا اصل انا نازل الطياره رجلي مش عارف ايه، اصل لا الكلام ده مش مظبوط. لانه له سابقه زي ما انا قلت قبل كده في بطوله الشباب لما دخل البتاع ورسب وتم ايقافه 6 شهور من قبل الاتحاد الافريقي لرسوبه في معسكر النخبه. يبقى هي مش قوي يعني ما هياش جديده. لكن هو اللي احنا نعرفه كويس ان لما حكم بعارف انه لو دخل مش هيبقى فت، من الوارد جدا يتعمل له هنا لجنه. انتوا فاهمين. دلوقتي محمد القاضي بيكلمني بيقول ان الكابتن محمود البنا بيكلمه دلوقتي من المغرب، قال لك يقول لعب يوم الثلاث ماتش الهلال والنجم احنا عارفين، ولما راح المغرب جات له العضله الضامه. منين جات له منين؟ لا لا لا، هو بنا برضه بيبلغ محمد القاضي بيقول ان عملوا عليه التيست وقالوا له انت تحتاج راحه اسبوعين. تيست ايه؟ تيست ايه؟ ما كلنا جات لنا الضمه قبل كده، وانا اسهل حاجه من الدنيا اجري اقول اي واقوم ماسك الضمه، اسهل حاجه. ايه تيست يعني؟ لا معلش انا بعتذر عن كل الكلام اللي بيتقال ده. اذا كان ولا بد كمان مره اهي تبقى لجنه من الاتحاد الافريقي مش من اتحاد الكوره، حيث يقبع عضو مجلس اداره القوي جدا الذي يحميه بقوه. تبقى لجنة طبية من الاتحاد الافريقي وتسمح لنا بالتصوير، نايل سبورت تروح بكاميراتها وتصور الاختبار فروم اي تو زد وتعرضه على، بتكلم بصراحة والله اقسم بالله بتكلم بوضوح. غير كده الدنيا هتتظبط عشان نبقى واضحين، لان العضو اللي بيسنده قوي جدا جدا ما بيترفضلوش كلمة. طيب كنا بنتكلم في موضوع نادي الزمالك. طبعا النهارده ماهر الحناشي، وده طبعا
لاعب مهم قوي في فريق النجم الساحلي، طلع ببعض التصريحات وقال نحن قادرون على قلب الطاولة أمام نادي الزمالك والتتويج بالكونفدرالية. ده تصريحاته في صحيفة الصريح التونسية، صحيفة الصريح التونسية. وقال أنه الزمالك يحتاج فريق الزمالك للتعادل السلبي من أجل الوصول للمباراة النهائية، في المقابل ليس أمامنا سوى الفوز بفارق هدفين للعبور للمباراة الختامية، وهذا أمر بالنسبة لنا متاح للغاية. هذا كلام لاعب النجم ماهر الحناشي. على فكرة المباراة هتبقى صعبة، عشان نكون متفقين، مباراة هتبقى صعبة. فريق النجم الساحلي على ملعبه صعب المرس، اتفرجت على ماتشات كتيرة قوي للنجم الساحلي، طبيعة الملعب، طب ملعب ملموم، مدرجات واقفة كده، مش عاملة كده، واقفة كده، تحس ان الجمهور فوق دماغك. جمهور بيهتف من الدقيقة الأولى للأخيرة، ونتمنى من جمهور النجم الساحلي اللي سمعنا دلوقتي وبيتفرج علينا، جمهور الزمالك تعامل مع فريقك أجمل معاونة، أجمل معاملة. وطلع المتحدث الرسمي معانا هنا على الهواء الأستاذ قيس وقال إن إحنا بنشكر نادي الزمالك على حسن الضيافة، وبنشكر جماهير نادي الزمالك على السلوك الطيب الحسن في مدرجات الملعب. أنا بس بفكركم يا جمهورنا الجميل في تونس أنه يعني الضيف بالضيف والمعاملة تكون بالمثل، هذا هو الأمر. لكن مباراة فنيا على أرض الملعب ما هي سهل، الزمالك عنده هدف نضيف هيكافح أنه يحافظ عليه، وربما يستطيع أن يعدد الموقف، ولو أحرز هدف واحد في مرمى النجم الساحلي سينتهي الأمر وسيصعد الزمالك بمشيئة الرحمن إلى المباراة النهائية. يا رب يا رب إن شاء الله. طيب معانا تقرير عن الطب الرياضي في مؤتمر أقيم بالقاهرة، نشوفه ونرجع تاني. الحقيقة الطب الرياضي هو أحد العناصر الأساسية في الرياضة، لأن طبعا ما فيش شك أن التدريب والإعداد والتجهيز وكل الأمور دي لا تستطيع أن تستقيم بدون طب ورياضة، والطب الرياضي جزء كبير وبيلعب دور كبير في التطور التكنولوجي، في التطور الرقمي، في تطور الألعاب، في تطور اللاعبين، في التالنتس بتاعتهم حتى إذا كانوا هم موهوبين من عدمه. النهاردة كان فيه وما زال وسيظل سباق تسلح طب رياضي لكيفية الوصول إلى القمم بشكل أو بآخر. اللي بيخش بقى فيه الدوبينج أو المنشطات، وبيخش فيه عناصر التنمية وإلى آخر. مؤتمر النهاردة الحقيقة اللي بتستضيفه مصر بيكون فيه أهمية كبيرة جدا. بصفتي كمسؤول عن الرياضة في أفريقيا سعيد جدا أن أنا أحضره، لأن ده مش أول تظاهرة بتعملها مصر. مصر بتعمل عدد كبير من التظاهرات، يعني عايز أخرج نفسي من أن أنا طبعا أشرف بأن أنا مصري، ولكن بصفتي الدولية كرئيس الاتحادات الأفريقية سعيد جدا بهذا النشاط، سعيد جدا بالعصر اللي احنا بنشوفه من بداية تولي سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للاتحاد الأفريقي، وكامل الأنشطة على جميع المستويات وخصوصا بالنسبة للرياضة كمان. المؤتمر ده نقطة انطلاق للحديث والمستجدات الجديدة كلها في الطب الرياضي. يمكن المؤتمر ده ابتديت بيه بالإصابات الرياضية، وخصوصا إصابات الركبة والرباط الصليبي، من أول تشخيص الإصابة نفسها. يعني الأستاذ الدكتور أحمد عبد العزيز تفضل مشكورا بالتشخيص، بعد كده أستاذ الدكتور ممدوح محفوظ أستاذ الأشعة إزاي تقرأ الأشعة، لأن في كتير جدا من الدكاترة ممكن يقرأ الأشعة غلط ويترتب عليه تقرير غلط ويترتب عليه علاج غلط. التغذية دي عامل مهم جدا جدا، ومش بس تغذية صحيحة، لا ده بقى في مكونات للوجبة الغذائية داخل كل لعبة من الألعاب، يعني ألعاب القوة غير الملاكمة غير بالظبط كده. فلازم يبقى في أخصائي نيتريشن موجود، ولازم يبقى بياكل كويس اللاعب، وتغذية متناسبة مع نوع النشاط اللي هو بيمارسه. أي حد عنده إصابة في الرباط الصليبي الأمامي أو إصابة في الركبة عموما ممكن جدا الحمد لله تعالج على مستوى عالمي هنا في مصر، مش أنا بس، ألف واحد غيري بيعملها كويس وأحسن مني. والريهابليتيشن التأهيل اللي بعدها على مستوى عالي جدا جدا جدا،
وبيرجع لعيب محترف ياكل عيش برجليه ان شاء الله كويس. فتره التاهيل دلوقتي عالميا بقت اطول كتير من زمان، فرصه الاصابه مره اخرى عاليه كل ما اسرت فتره التاهيل حتى لو كان ظاهريا شكله كويس، فلازم بنطول لحد 9 شهور واحيانا اكثر على حسب استجابه العضلات، لان العضلات محتاجه تبقى قويه وفاهمه انها تعمل حمايه، ونحافظ عليها مستمره في حمايته بالتدريب بدرجه من التاهيل المستمر علشان نمنع فرصه الاصابه مره ثانيه. طبعا يعني بعد ما اتكلمنا عن موضوع الكابتن محمود البنا المحترم الدنيا كلها مقلوبة، بس أنا حابب أقول كلمة واحدة، إحنا ليس ما بيننا إطلاقا أي موقف مع أي حد على الإطلاق أقسم بالله، وإحنا بنتكلم فقط غير من منطلق الحق والعدل، ده اللي إحنا عايزينه. طيب، زيمبابوي أعلنت إن هي هتواجه نيجيريا وديا قبل أمم إفريقيا، عارفين زيمبابوي مباراة الافتتاح مع مصر هتبقى أمام منتخب زيمبابوي يوم 21 يونيو، ومن المؤكد طبعا ان اجيري هيبعت ويراقب هذه المباراه. مجموعه مصر لو تفتكروا مصر واوغندا والكونغو الديمقراطيه وزيمبابوي، يعني دي مجموعتنا الاولى ان شاء الله اللي هنعبر من خلالها الى الدور التالي. منتخب زيمبابوي في مباراه وديه مع نيجيريا. منتخب نيجيريا هيقيم معسكر يوم 2 يونيو المقبل بإذن الله قبل ما يقابلوا زيمبابوي على ملعب ستيفن كيشي يوم السبت إن شاء الله 8 يونيو، هتبقى دي المباراة الودية اللي هيراقبها إن شاء الله منتخب مصر وجهاز طبعا المنتخب. زيمبابوي على فكرة بيمتلك مجموعة من المواهب المعروفة داخل القارة، أبرزها خاما بيليات لاعب كايزر تشيفز حاليا واللي ارتبط اسمه بالانضمام للاهلي والزمالك قبل كده، ونولج موسونا لاعب اندرلخت المعار الى لوكيرن البلجيكي، يعني فرقه مش قليله، فرقه مش قليله، وده بيشارك للمره الرابعه في تاريخه في كاس الامم الافريقيه. قبل ما نقول لجنه المسابقات وتعديل بعض المواعيد، خلينا نمسني على صديقنا العزيز حاج عامر حسين. يا مساء الانوار. مساء الانوار يا مدحت بيه، ازي حضرتك؟ يا رب تكون بخير. الحمد لله تمام، كله تمام الحمد لله. طبعا احنا عارفين ان انت بتبذل كل جهد في محاولة ان انت تنظم مسابقة الدوري، وايضا تحاول تحط المواعيد اللائقة اللي هي تمشي مع القنوات والاعلانات والحكايات والروايات. يبقى السؤال، يوم الحد بمشيئة الرحمن، يوم الحد يوم السبت، هو البيراميدز ان شاء الله، يوم الحد بيراميدز والمصري الساعة 5:30، اتحاد والإسماعيلي الساعة 5 في الكاس، الأهلي والنجوم الساعة 7. طبعا الزمالك احنا عارفين مع النجم الساحلي الساعة 9، وبالتالي حضرتك حملت الأهلي الساعة 7 عشان الناس تتفرج على مباراة الزمالك، وهذا أمر رائع للغاية. لكن بيراميدز والمصري 5:30، يبقى احنا مش هنقدر نذيع هذه المباراة برغم أهميتها الكبيرة، لانه مش هتكون خلصت لما هيبتدي ماتش الاهلي والنجوم. اتفضل يا حاج عامر. هو طبعا صعب ان احنا طبعا كل سنه حضرتك طيب، ان في اول رمضان تاني يوم ما كانش ينفع ارحل اي مباراه. نعم. الناس تلعب اول يوم رمضان. خاصه ان بعد كده في مباراه يوم 10 وفي ملعب بيترو سبورت، حضرتك عارف ان في 6 انديه بيلعبوا في ملعب بيترو سبورت. تمام. ويمكن بعض الناس يعني النهارده الصبح في احدى قنوات النيل برضو مع الكابتن سيد عبد الفهد او امبارح كان واحد من الاسماعيليه سال اشمعنى انبي وبتروجيت لعبوا لوحدهم النهارده؟ لان طبعا ما حدش واخد باله ان المفروض كان امبارح في مباراه الزمالك والانتاج في بيترو سبورت. بالظبط نفس الملعب. واول امبارح كان في مباراه النجوم والاتحاد في بيترو سبورت. فعشان كده ما ينفعش نلعب في توقيت واحد. بالظبط. فاللي خلانا نضغط المباراة يوم 5 ان ما ينفعش الانديه تلعب اول يوم رمضان. عشان كده ما ينفعش ان احنا نرحل اي ميعاد مباراه من ديت. طيب احنا مش بنتكلم على الترحيل، بنتكلم على الساعه. انا بتكلم حتى مش الساعه، في 3 مباريات مهمه يوم الاحد. ايوه. بالاضافه الى مباراه الزمالك. تمام. فكان التفكير
اللي خلينا نحط الثلاث المباريات المهمين دولت اللي كانوا داخلين على اول يوم رمضان. تمام تمام. انا بتكلم على الساعه بقى يا حاج عام، بدل الساعة 5:30 دي. الساعه الاهلي والنجوم مشكورين وافقوا على ان هم يقدموا المباراه من 8:15 ل7. كويس قوي. انما باقي الانديه المباراتين التانيين اعتذروا على ان الجو حر من دولت، ما وافقوش ان هم يقدموا المباراه بتاعتهم. لا ما هو مش مطلوب يقدموا، هو الاتحاد والاسماعيلي الساعه 5 ده مناسب جدا. بيراميدز والمصري ليه ما يبقاش 5 بدل 5:30؟ ليه 5:30؟ هاتهم على الهواء دلوقتي لو وافقوا ما عنديش مشكله. يا يعني حضرتك عرضت عليهم الساعه 5؟ اه. ولا عرضت الساعه 4 ورفضوا؟ عرضت الساعه 5 وما ردوش عليا لغايه دلوقتي. ما ردوش. اه. لكن الساعه 5 بالنسبه لحضرتك ما فيهاش مشكله. احنا عايز الناس كلها تنبسط ونتحد بيه ونتفرج على الماتشات كلها. بالظبط كده. يعني النهارده انا في الناين سبورت هنا في استاد النيل مثلا، مش هعرف اخد ماتش بيراميدز والمصري على الشاشه دي، هضطر احطها في نايل حسب بقى ما اسامه بيبه ناسي يحطها. فلكن لو هي موجوده الساعه 5 هناخدها من 5. دي من ضمن الاعباء اللي عليا وانا بحط الجدول. الناس كلها بتنقض وخلاص. يعني بره ما تلاقي الدوري الانجليزي بيلعب 6 ماتشات وقت واحد، عندهم 6 قنوات بينقلوا. انما هنا بنحاول نراعي ان ما فيش جمهور في بعض المباريات. نعم. او الجمهور محدود وفي انديه جماهيريه، فحاول اراعي ان كل الناس تتفرج على المباريات كلها. وبنحطها في مواعيد بعيده. انما في بقى استثناءات زي الموقف دوت. احنا في اول يوم رمضان ولازم نلعب الماتشات في التوقيت دوت. نعم. فبالتالي في انديه انا ما اقدرش افرض عليها في الفتره الاخيره دي بتاعت الدوري. ايوه. لان كلها مباريات حساسه. فالمدرب يقول لك انا اللعيبه اتعودت على التوقيت على الميعاد وكده. بس الميعاد دوت الجو حر. يعني مش انا اتمرنت في الميعاد دوت، فبتلاقي مبررات. وانا مش هتحمل مسؤوليه اي حد يقفك يطلع يقول ان احنا السبب واحنا اللي غيرنا ميعاد المباراه. انما هم لو وافقوا انا ما عنديش مشكله لغايه دلوقتي. طيب احنا هنحاول نجيب من بيراميدز ومن المصري حد نساله على الهوا. طيب لغايه لما ده يحصل بالنسبه للاهلي وبيراميدز في الكاس، هل اتحدد ميعاده يا حاج عامر؟ لا، عايزين نخلص الدوري الاول. هنتحدى لسه؟ عايزين نخلص الدوري الاول. في الدوري الاول، يعني دي لسه ما اتحددتش. عايزين نخلص الدوري الاول، لان حضرتك عارف ان بدل ما علق النادي الرابع اللي هو بطل الكاس، لو لعبنا الكاس واخرنا الدوري يبقى بنعلق 3 انديه للاتحاد الافريقي. نعم. فعشان كده لازم احدد ترتيب الدوري الاهم. انما الكاس كله يتلعب في 12 يوم حضرتك، عشان كده لما لقيت الاسماعيلي والاتحاد فاضيين. حطيت لهم الماتش ده. لعبتهم علشان لو حصل ان احنا كملنا بعد بطوله امم افريقيا ما علقش نادي عشان مباراه المده دي كلها، فبقلل الاضرار على اقل عدد من الانديه. بدل ما علق الانديه كلها. تمام تمام. عشان كده لما برضه لعبت بتروجيت بدري، بتروجيت وصل قبل النهائي. ده برضه كان فكر ان انا اريح انديه كتير ما تبقاش متعلقه عشان مباراه في الكاس، ممكن تخرج تقعد 50 يوم تعمل اعداد عشان المباراه بعد كده تخرج. بالظبط. يعني فيها حسابات كتير. فنحاول بقدر الامكان ان انا اقلل العدد او الاضرار على اقل عدد من الانديه. طيب بشكل مبدئي حطيت يعني اخر ميعاد ان شاء الله للدوري هيبقى امتى؟ لا ما اقدرش اقول لحضرتك ان اللي بعد يوم الاحد ان شاء الله. بعد يوم الاحد بعد مباراه الزمالك والنجم الساحلي. طب خلينا نحط الافتراضين. لو الزمالك لا قدر الله خرج، هتقدر تنهي الدوري قبل الامم افريقيا؟ قبل بدايه امم، قبل 21 يونيو. لا قبل 3/6. سوري، قبل المعسكر، قبل 3/6. قبل 3/6 لو لا قدر الله الف بعد الشر، عشان ما يقولكش ده بينقوا علينا يعني. طيب هتتقال. لو هتتقال عشان كده مش هفتح الموضوع عشان كده. لا هنقول الثانيه بقى. لو باذن الله وده اللي هيحصل ان شاء الله والزمالك يعبر الى النهائي، هيفضل مباراتين للزمالك. ايوه لان الزمالك مدحت بيه هيفضل له 4 مباريات في الدوري بعد الثلاثه اللي احنا حطيناها. فبالتالي ان شاء الله يوصل للنهائي، هيلعب 19 وبعدها 26. ايوه. هيبقى في معادين بس لغايه يوم 3/6 اللي يقدر مباراتين، وهو عنده 4 مباريات في الدوري. فبالتالي هيتبقى مباراتين بعد 29 لان انا مش هقدر الاعبه بين المباراتين بتوع النهائي. لان طبعا لازم هتدي له الراحه الكافيه، دي مباراه نهائيه طبيعي.
زي ما عملنا في قبل النهائي. طبيعي. يبقى فاضل له مباراتين هيلعبهم بعد 29/6. اه ان شاء الله. يعني بنتكلم مثلا بعد 19/7. لغايه 19/7. بعد 19/7. بعد 19/7 سوري، بعد 19/7. اه يعني بتتكلم مثلا في 8 ايام او 7 ايام بعد 19/7؟ اه هتلعب مباراتين منهم مباراة. الاهلي، منهم الاهلي طبعا. منهم الاهلي، دي اخر مباراه، ونكمل مباراه الكاس بعدها. وبعد كده في مباراه كاس، يعني مباراة نقول الكاس. نقول تقريبا يبقى كده الدوري مثلا على 26/7 مثلا. وبعدين هيبقى في مباراه كاس فاضله؟ مباراة الكاس. مباراة واحدة. لا في مباراة الكاس. مباراة الكاس لكن الدوري يخلص 26/7. الزمالك لسه عنده دور الثمانية، عنده مباراة المقاصة في دور الثمانية. والفائز هيلاعب الفائز من الاتحاد والاسماعيلي. ثلاث ماتشات. قبل النهائي. وبعدين ماتش بعد كده. تمام. طيب يا حاج عامر، أنا بشكرك شكرا جزيلا. شكرا جدا جدا. يبقى كده باختصار يا جماعة، لولا قدر الله ألف مليون بعد الشر، الزمالك خرج من الكونفدرالية يوم الأحد القادم، وإن شاء الله ده مش هيحصل. الدوري سينتهي يوم 3/6، 3 الشهر الجاي، قبل معسكر منتخب مصر استعدادا لأمم إفريقيا. لو بإذن الله إن شاء الله، وده اللي هيحصل إن شاء الله، إن الزمالك كسب يوم الأحد، وبالتالي هيلعب لغاية يوم 29/6 المباراة النهائية في الكونفدرالية 29/7، يبقى 19/7 أنا آسف، يبقى الدوري هينتهي تقريبا يوم 26/7، هتبقى مباراة الأهلي والزمالك يوم 26/7، وهيبقى في مباراة قبلها للزمالك من المؤجلات اللي اتعملت له. طيب تمام. يعني الوقت جري الحقيقة، أنا عايز بس أقول كلمتين فولو على مباراة طبعا برشلونة وليفربول بالأمس، مجموعة من التصريحات المهمة قوي. نبدأها طبعا بفان دايك، أفضل لاعب في إنجلترا، بيقول قال كلام مهم قوي، قال شعورنا بخيبة أمل من النتيجة كونها لا تعكس سير المباراة، ودي حقيقة. ليفربول كان أفضل بمراحل، لكن ميسي، أما يكون ميسي موجود المنطق يتوارى جانبا تماما، لا سيطرة ولا غيره هتنفع في وجود ميسي على الإطلاق. وقال النتيجة الآن تأخرنا بثلاثية، هناك مهمة كبيرة تنتظرنا في أنفيلد، وقال احنا بنحتاج دعم الجميع، واكد نعلم مدى صعوبه المواجهه، وجود برشلونه في جميع انحاء الملعب اظهرنا انه يمكننا خلق فرص ضدهم وجعلنا الامور صعبه. وقال فان دايك هم يتمتعون بجوده اضافيه متمثله في ليونيل ميسي الذي يظهر متى يحلو له، لكننا سنحاول القيام بكل ما هو ممكن. ده مين بقى؟ ده فان دايك. اما ميلنر قال أعتقد أن النتيجة في هذه المرحلة من المسابقة هي الشيء الوحيد المهم حقا، ربما يمكننا أن نتحمس لأننا خلقنا فرصا في اللقاء. وقال المنافس فريق كبير خلق فرص استغلها بشكل جيد، يمكننا أن نفخر بأدائنا. وقال عندما كانت النتيجة 3-0 كنا بحاجة إلى هدف في هذا التوقيت، لكن قبل ذلك كنا على ثقة من أننا سنحرز هدفا. واخر حاجه قالها سيكون من الصعب، خلي بالك من الجمله الجايه، سيكون من الصعب الاحتفاظ بشباك نظيفه في الانفيلد في ظل وجود قوه لاعبي برشلونه وميسي. ده اهم كلام اتقال، وروبرتسون اكد على كل الكلام ده. الحقيقه على فكره هذه المباراه اللي قدام حضراتكم شهدت اكبر حضور جماهيري في ملعب الكامب نو، ملعب برشلونه حضر 98,299، 98,299. وعايز أقول حاجة للإنصاف عشان تعرفوا إن ميسي ده حاجة جميلة أوي 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 أوي. كمان مرة أنا قلت امبارح لما جاب هو الهدف الثاني عمل بإيده كده للجمهور وعمل لهم كده، يعني ما تصفروش. أنا قلت إن الجمهور كان بيصفر على لاعيبة برشلونة، تخيلوا لأ. تخيلوا إن هما كانوا بيصفروا لما الكورة كانت بتروح في أقدام لاعبي ليفربول. فتخيل أخلاق هذا اللاعب، قال لهم
يعني ما تصفروش لما الكرة تبقى في رجل لاعبي ليفربول. أنا تصورت العكس، لأنه الطبيعي كان هيبقى العكس وفقا لطباعنا بصراحة يعني. لكن تخيلوا إن هو طالب جمهوره ما يصفرش على لاعبي ليفربول لما تبقى الكرة في أقدام ليفربول. ده ميسي، ده ميسي. بالنسبة لتقييم صلاح مبدئيا أخذ درجات ما بين 6 و7 و8، المتوسط 7 من 10. عندهم هناك حكاية الدرجات دي زي بتاعة الأستاذ نجيب المسكاوي القديمة، لكن هو أفضل تقييم في لاعبي ليفربول، ومعاه في نفس التقييم روبرتسون وجويل ماتيب، هما الثلاثة أخذوا متوسط 7 من 10. التايمز قالت إيه؟ التايمز قالت ميسي الساحر. طبعا طبعا التايمز قالت ميسي الساحر، دي التايمز. ستار: ميسي يضرب كلوب بعنف، الأرجنتيني يسجل هدفه رقم 600 ليقتل الريدز. آي سبورت قالت هدف ميسي رقم 600 يهزم ليفربول. ميرور: عبقرية ميسي، لمدة ساعة كان رجال كلوب الأخطر قبل أن نشاهد الهدف رقم 599 والهدف رقم 600. الجارديان قالت من كوكب آخر، زي ما أنا بقول دايما ده من كوكب آخر، هدف ميسي رقم 600 يسقط ليفربول غير المحظوظ، غير المحظوظ. يورجن كلوب قال سعيد بأداء الفريق لكنني غير مسرور بالنتيجة. قال عن الأهداف: الهدف الأول فقط ارتكبنا خطأ، ولكن غير ذلك قدمنا مباراة جيدة. من القسوة أن تخطئ خطأ واحد وتخسر في المباراة بثلاثة أهداف نظيفة، لكن هذه هي كرة القدم. وبالحديث عن ميسي قال كلوب: أعلن أنه لاعب فريد من نوعه، ولست متفاجئا بما قدمه، ولكن شاهدت ذلك بنفسي. وتابع: لا أعتقد أنه يمكننا لعب شوط ثاني أفضل من ذلك، ولكنهم بعد كرة العارضة جاء ميسي وسجل هدف. اختتم كلامه قال: كنت بجانب ميسي وأرى أن الكرة بعيدة، لكن معه لا يوجد مستحيل. يا لها من تسديدة رائعة. بيتكلم طبعا على الضربة الثابتة اللي حطها ميسي في حتة وكأنه حطها في المدرجات بالنسبة للحارس، يعني الحارس لا يمكن ينط يجيب الكرة من المدرجات. بان لنا واحنا بنتفرج على الكرة ان هي من كتر بعدها عن ايد الحارس وكأنها في المدرجات، لكن الحقيقة هي كانت محضونة في حضن القائم والعرضة بشكل مذهل مذهل مذهل. هكتفي بهذا القدر من الأخبار، ونقرأ بقى مجموعة من اختيارات حضراتكم عن أفضل هدف من الأهداف الأربعة التي سجلت في هذه الجولة الأخيرة. يلا نقرأ مع بعض. طيب ناخد صورة حجازي. حجازي أخذ أفضل لاعب في الموسم مع ويست بروميتش، وهم على فكرة داخلين في الجولة الإضافية للعودة للممتاز، يا رب إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله. ودي ده تريزيجيه أخذ أحسن لاعب في تشكيلة الموسم هناك في الدوري التركي، ومقدم الحقيقة مردود رائع مع أسك باشا التركي، ويقال أن نادي ليون في فرنسا طالب خدماته الموسم القادم. حاجة جميلة طبعا لو راح الدوري الفرنسي. طيب نقرأ بقى مجموعة من تعليقاتكم. محمد رجب من الغربية: هدف الأسبوع هو هدف علي معلول العالمي المنقذ المبدع الفنان القناص. تمام. محمد سعد من أبو كبير شرقية: بلدياتك. أيوة طبعا بلدياتي. هدف علي معلول. سيد وسامي رفعت مركز كفر الشيخ بلطيم قرية العياش الشرقي: هدف علي معلول. حازم أبو مشهور ومحمود شعبان عبد الرحيم أبو مشهور محافظة بني سويف مركز الوسطى قرية هرم ميدوم: هدف خالد قمر. محمد طلبة
زياد او زايد شنوان شبين الكوم منوفيه، افضل هدف علي معلول، محمود عادل الرميلي سوهاج مركز العسيرات نجا العجوبيه، هدف احمد علي في الداخليه، محمد بكري والمعلم اسامه حربي سوهاج الحماديه، هدف احمد علي، خالد عماد حمدان من المنوفيه مركز بركه السبع قريه كفر عليم معلول، طبعا هو اللي بيقول يعني ابو ده اخدناه خلاص، محمد صباح صبيح هدف علي معلول، ناخد مجري كده شويه، ايكا ميسي محافظة الشرقية مركز مشتول السوق هدف علي معلول، جري كده شوي، خالد العشري منصورة مركز شربين قرية أم السعود هدف علي معلول، كريم وائل الشحات ميت الفرماوي مركز ميت غمر علي معلول، أبو ياسمين ربيع بركة مركز الشوشنة يوسف الصديق الفيوم، الله يخليك يا حبيبي اشكرك، هدف علي معلول، سيد جمعه هدف خالد قمر لاعب الاتحاد، كل الكلام الجميل بشكركم عليه يا جماعه والله، محمد شعبان ابو مالك من المنيا قريه صباح البحريه الجنديه بيقول مش على الخريطه، لا على الخريطه طبعا يا محمد طبعا، هدف علي معلول، كل بلادنا على الخريطه، بيرو محمد جمال قبيل الشهداء منوفية علي معلول، أجري كده شوية عندي آلاف مؤلفة كالعادة، سيد فارس أسيوط مركز ديروت قرية الحوطة الشرقية هدف أحمد علي، محمود سهران هدف معلول، أبو يوسف أبو حماد قرية الأسدية علي معلول، أبو أسيل وأيسل أحمد الكفراوي البراجيل أسيم الجيزة علي معلول، أحمد سلامة هدف، فين الهدف بتاعك يا أحمد؟ مش موجود الهدف، طيب نجري كده شوية، مصعب فوزي مصعب فوزي هدف علي معلول، فتحي أفندينا جزيرة الميمومة مش على الخريطة، ليه على الخريطة والله، هدف مين يا سيدي؟ هدف علي معلول، ضياء العوني أحمد علي ضياء العوني من المقدم زملكاوي أحلى هدف أحمد علي، أخد كمان أربعة، شريف عباسي أبو محمود هدف علولو، هدف علولو بيقول لي يبقى رد على مرتضى منصور عشان ما ينفعش كده يا جنرال، ارد عليه في ايه؟ هو قال ايه؟ انا ما اعرفش، وبعدين انا والله يا شريف ما بحب ارد على حد خالص، انا شغلي هو اللي بيرد بس، لكن انا ما اعرفش حسين هو قال ايه الحقيقه، احمد معوض قطور الغربيه هدف علي معلول، كامل إسماعيل ميت طاهر مركز منية النصر ده أهلية ومقيم بتبوك السعودية هدف علي معلول، آخر واحد أهو، آخر واحد أهو، أجري بقى 500 600 رسالة كده، أيوه ناخد من هنا كده، حسني أحمد عبية برج البرولوس كفر الشيخ هدف علي معلول، تمام يبقى كده علي معلول وهدفه هو الأكثر اختيارا، يلا وريه لنا يا أحمد، مع تحليل لظواهر هذه الجولة والكبار ولكن بعد الفاصل.
حول ظواهر الدوري العام هذا الاسبوع مع الكبار كابتن فاروق جعفر. يا مساء الانوار كابتن. اهلا وسهلا كابتن علاء ميهوب. يا مساء الانوار. مساء الانوار كابتن مدحت. ومساء الفل كابتن فاروق. اهلا وسهلا. عايز اصحح معلومه انا قلتها في الانترو. يعني بعت لي احد الاصدقاء الكبار، كنت انا قلت انه ميسي لما عمل كده بايده وعمل كده للجمهور يعني ما تصفروش، كان يقصد ايه؟ وبرده قول لي كان يقصد ايه. ما استعجلوش الماتش جاي ده، كان بيصفروا قبل ما يجيبوا الجول الثاني. لا ده بعد ما جاب الجول الثاني اللي بعد الفاول. بعد الجول الثاني اللي جابه وهو بيحتفل بص للجمهور وعمل لهم كده وعمل لهم كده. فانا قلت امبارح ان هو بيقول ان هم كانوا بيصفروا عليهم، فهو قال لهم ما تصفروش على ليفربول. وبعدين اما نقول على ليفربول، وبعدين على ليفربول النهارده انا قلتها وانت سمعتها مني. في انا وانت غلط. اما العالمين بيقول لهم اصبروا. الحقيقه بعت لي ولا مش عارف، انا يعني قلت له، انا بعت له قلت له اهلا اقول اسمك او لا، ما ردش عليا. على كوتينيو ولا ايه؟ فمش على كوتينيو. على كوتينيو صح؟ على كوتينيو. تفاش راندي صفروا لما، لا ما نقولش حاجه. لما كوتينيو خارج عشان ما اداش بالشكل الجيد مع برشلونه فالجمهور صفر عليه. فبرشلونه ميسي طبعا هو برشلونه طبعا طبعا، فقال لهم يعني عيب ان انتوا تصفروا على كوتينيو. على كوتينيو. على شوف الجمال برضه. لا علاقه مبدئيا بين كوتينيو وجماهير برشلونه مقفوله تماما. حته القبول دي مش موجوده وهو مش متقبل الوضع. بالظبط بالظبط. على فكره هو واخد اعلى وسام في في في, في كاتالونيا، اقليم كاتالونيا واخد اعلى وسام ميسي، وبيدور دلوقتي على تكريم اخر بس مش عارفين يجيبوا له تكريم منين. خلاص هو يعني عايز القطاع ده بتاع برشلونه، ما ميسي ده هو كانه رئيس الجمهوريه هناك طبعا. مش معقول ده. وبعدين بيفكروا بيقول لك بداوا يبحثوا يا كابتن علاء حاليا ما بعد فتره ميسي هيعملوا ايه. دي حقيقه. واحنا هنعمل ايه؟ مش هنتفرج. لا هتلاقي يا كابتن مش هتلاقي حاجه هتطلع. استحاله حد عادي. يا لعيب عادي. عادي مش هنتفرج اصل. عادي بعد، عادي بعد الناس اللي مش هيجي حد زي ميسي. لا لا اكيد مش هيجي حد زي ميسي. يعني خلي بالك ان هم عندهم برضو نجوم استثنائيه، يعني عندهم كرويف ورونالدينيو وستوشكوف ومايكل لودروب، يعني عندهم كانوا اساطير يعني، وليفاردو كان عندهم مارادونا. رونالدينيو ده كابتن هم اكتشفوه في نابولي. رونالدينيو ده احرف من روماريو. احلى اعرف من لمس الكوره رونالدينيو ده. رونالدينيو لا 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 ده مش طبيعي. بس يعني لو حطيت مقارنه مع ميسي ايه بقى؟ كمهاراته وكده؟ لا لا يعني لاعب لا لا لاعب ولاعب ميسي اكتر، لكن كامكانيات لاعب ومهاراته وعرفانه رونالدينو اعلى بكتير يا كابتن. ده مش طبيعي. رونالدينو حريف قوي قوي بس بس النادي ما يعملش نادي. لا ما هو انا بقول لحضرتك كده ميسي نادي. لا ميسي عامل نادي. عامل نادي. لا دي حقيقه عامل نادي. هي بس يعني مشكلته دايما لعيب البرازيل يا كابتن فورت تحس ان هو يعني فلات شويه السيكه كده يعني بيفلت شويه. خلي بالك مش ملتزم يعني عنده حته التزام دي مش موجوده. عنده حاجه علاء جميله جدا ميسي، عنده ولاء يا كابتن برشلونه غير طبيعي. طبعا للبلد دي ميسي. طبعا طبعا عنده ولاء للنادي ده غير طبيعي. على فكره رونالدينيو لما راح ميلان ساكي قال ان هو احرف من لمس الكره ولكن لا يريد ان يتدرب ليتطور. ما عشان هم دايما البرازيليين يا كابتن انا بتكلم جد والله. دايما حته عدم التزام كانت فاروق مش موجوده. كلهم على فكره لا لا حاجه مش طبيعيه يا كابتن بيعمل حاجات مش طبيعيه في الكوره. لا يعني هو لا مش طبيعي بجد. لكن هو كفريق لا يعني كده كل ده في برشلونه كمان لما كان لسه ميسي طالع. هو كان 10 وكان ميسي نمره 19 كمان. أيوة. لا لا ده مش طبيعي ده. هو ميسي استلم منه يعتبر استلم اخذ منه رقم 10. اللي كان بيلعب ربع ساعه نص ساعه وقتها ميسي. لكن ده كان هو اللي كان رقم واحد. ميسي طلع طب ميسي غطى على كل حاجه خاصه بكره القدم. ميسي قاعد بص ميسي لما تيجي تقيمه بقاله قد ايه بيلعب؟ لما تيجي تقيم ميسي واحد محتفظ بنفسه بقدراته بمهاراته وهو صغير بقاله دلوقتي ميسي عنده كام 34 سنه؟ 34 سنه. وهو لعب عنده مثلا 21 سنه. يعني بقاله 13 سنه بيلعب. بالظبط 13 سنه ميسي يا كابتن. 13 سنه ما خيبش. لا هو امال ايه ميسي يا كابتن. بص رونالدينيو لما كان لسه ايام الكحرات زي ما بيقولوا ميسي بالظبط من 2005 كابتن فاروق اول هدف احرزه مع برشلونه ل 2019 وصل امبارح
الهدف 600 مع برشلونه. اه بالظبط من 2005 ل 2019. مظبوط 600 هدف بالظبط. مظبوط. وطبعا حضرتك بتقول هو ولاؤه لبرشلونه حاجه وخلى تفوق الخيال. طب انا هقول حاجه جميله جدا. زي ما احنا في مصر هنا بقى مصريين كلهم مع ليفربول عشان محمد صلاح، العالم كله مع برشلونه عشان ميسي. طبعا طبعا يعني على فكره يا ناس مصريين هنا كتير كانوا مع ميسي. ما انا كانت لي لا دي حقيقه يعني بيتفرجوا مع ميسي. يعني في ماتشه امام ليفربول بالظبط كانوا مع ميسي. بس غريبه ان النجوم البرازيليين بالذات ما بيعمروش يعني رونالدو مثلا بجماله 28 سنه. الوحيد اللي كان فيهم تحس ان هو يعني زي ما بيقولوا كده ابن ناس تربيه عاليه كاكا، بس ان هو اسام من عيله ارستقراطيه جامده. حاجه انما كله كانت فاروق دايما تحس مثلا يسيب ماتش او تمرين عشان رايح مثلا في احتفال في ريو جانيرو. مش عارف احتفال فين. رونالدو ما كانش بيحب يتمرن، دايما كان وزنه تخين. دايما تقيل في الملعب، بس كان الدفع عظيم. لا 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 حاجه جامده. انا بقول 98 في كاس العالم. لا هو 98 مع ريال مدريد كابتن، مع ريال مدريد كمان مع البرازيل كاس العالم 98 احسن سنه لعبها. ده كان بعدها لازم يبقى حاجه ثانيه، لكن هو حته التزام كابتن فاروق مش موجود. انما ده طبعا ما شاء الله ممتاز. يعني اللعيبه البرازيليين دي لو مثلا التزامهم وحبهم للتمرين مثلا زي كريستيانو كنت هتحس ان الناس دي في حته ثانيه خالص. عارف البرازيليين دولت عندهم حاجه غريبه جدا، عندهم ولاء زي المصريين. يعني المصري مهما لعب بره في احسن فرقه في العالم عايز يرجع. البرازيلي عندهم كده، يروح يلعب عايز يرجع من اي فرقه، اكبر فرقه في العالم عايز يرجع البرازيل تاني. زي نيمار، نيمار هو مش قادر كان بيروح عشان يلعب تصفيات امريكا اللاتينيه ويرجع ويسيبهم ويمشي ويعمل مصاب ويرجع. يعني عندهم مشكله. مشكله. طيب عندنا، طيب يلا هات لنا فيديو لترتيب اهداف ميسي اهو. بص من 2004 و2005 اول هدف جابه في دوري ابطال اوروبا. شوف التطور بقى الرهيب بتاع ادائه. شوف الجمال، حاجه جميله جدا. طبعا ده ماشي لغايه تقديم. شوف الجمال 2000 وصلنا ل 2000 ودلوقتي 17 ولا و 18 17 18. طب ايه الارقام دي بقى؟ شوف الجمال بتاع الفيديو ده. طب يوريك التطور الرهيب. 2012 بص بقى 2012 عمال يعلى 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 يعلى، ما بقى نجم بقى بيعدي الدنيا كلها. شوف الجمال، يعني من اول جيرارد مولر كان 565. شوف 2017 بقى 2018 بقى عدى الدنيا كلها. 2019 طبعا لغايه لما وصل ل 600. لا 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 600 هو 600 بالظبط. من خمس ايام كان كريستيانو وصل له مع جول مع اليوفنتس. وهو وصل النهارده تحسها يا كابتن ان الاثنين يعني مباراه في كل حاجه. خمسه احسن كره ذهبيه لاحسن لاعب. كريستيانو خمسه، ميسي خمسه. من اربع ايام كريستيانو لسه قبل ما طب قول معلومه حضرتك. كريستيانو بالظبط من اربع ايام في مباراه يوفنتوس جاب الهدف 600. ميسي جاب الهدف 600. تحس ان في حاجه كده. بس اسالك بس سؤال، حكايه الخمسه والخمسه دي، يعني هل يعقل ان لما يجي ياخدوا احسن لاعب في العالم المره اللي فاتت دي ما يبقاش فيها ميسي اللي كان فيها محمد صلاح؟ لا لا كان واخدين اربعه وما فيهمش ميسي. دي كارثه، دي كارثه. وبعدين كان طبعا كريستيانو ما راحش. لا لا وما يتاخدش ميسي. لا صح، اصل هم عملوها يا كابتن كاس العالم. ده بيهزر والله يا كابتن. لا السنه اللي فاتت دي عملوها على كاس العالم. يعني كاس العالم كان موجود في روسيا. من خلال مباراه كاس العالم اختاروا باحسن لاعب في العالم. دي حقيقه كابتن على فكره. هي كده وجوده في كاس العالم جزء من بس هي ليها نظام زي ما انت عارف. طبعا يعني كل اولا كل الكوتشات المنتخبات بتاع العالم وجهه نظر بيجيله استماره بيملى، مالهاش دعوه بكاس العالم. كل الكباتن اللعيبه بيملوا. وبعدين عندك 25% للنقاد اللي بيختارهم الاتحاد الدولي مش عارف بتاع، و25% تصويت الجمهور. تمام، فمش هياخد تصويت جمهور ونقاد تبقى مصيبه سودا. ما هو كان عقاب ميسي ان هم في المباراه بتاع كاس العالم الارجنتين ما بانتش بشكل كويس، وهو على راس الفريق ما كانش ادى بشكل كويس. انا معاك. وهو على فكره برضك ميسي في تقييمه الانديه
اعلى من تقييمه في المنتخب، في المنتخب مش عالي، ما خدش بطوله كان مش عالي عشان الفرقه مش الفرقه برضك خلي بالك. انا عارف بالظبط بالظبط، هي دايما دايما المشكله اللي عند ميسي ما خدش بطوله مع منتخب ارجنتين. اه طب عشان كده الارجنتيني يقول لك لا ده ولاؤه دايما لبرشلونه، يقول لك ده برشلونه ده لا هو ولاؤه برشلونه، ده كابتن فاروق بيقول لك دلوقتي ولاؤه كل الولاء يعني برشلونة. هو مارادونا، ويمكن احمد عبد الظاهر يفاجئنا دلوقتي باهداف لمارادونا في كاس في الارجنتين لما اخذوا كاس. هو مارادونا كان مع مين في الملعب؟ كان مع تفتكر الاسماء؟ كان مع بروتشاجا. يا خبر اسود، ده كان معاه فرقه، ده مع النهارده مين يعني مين اللي مع ميسي في المقابل مين اللي كان مع ولا معاه حد ميسي مارادونا؟ ده ميسي معاه ناس بتخدم عليه، ده التانيين كانوا لعيبه كوره. بس فريق كبير. التاني كان في وقته كان مجرم برضه كابتن مارادونا، ما اختلفتش معاه بس كمان المجموعه اللي معاه. يا كابتن لا لا اكيد طبعا في الاخر المجموعه هتساعد اكيد. ده طبعاً. ميسي بيساعد اللي معاه. مارادونا كان الناس بتساعده فعلا، دي حقيقه. ميسي دلوقتي كل واحد بيتمنى اول ما الكوره تيجي ميسي تلاقي زي العصافير قاعده بتجري قدامه ويلعب ده ويلعب ده، يعني ميسي حاجه ثانيه يعني. طبعاً. هداف وصانع اهداف ومنسق وبيعمل كل حاجه في الملعب، حاجه تانية خالص. وهو اللي كان بيختار على فكره مارادونا، بيختار مدرب وكان بيتحكم في كل شيء في الارجنتين. مثل ما القصه دي لا 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 بيروح باشا بالطياره بالظبط بالظبط يشتغل ويقعد شويه بتوعه اليومين ثلاثه ويمشي وفي الملعب كان بيموت نفسه بس الفرقه مش قايله معاه يعني ما فيهاش لعيبه الارجنتين دلوقتي بعكس اهو مارادونا يعني مارادونا مع اصل ناس كتير تقول لك ايه لا ده فريق بتاع بلجيكا دول قولوا لنا يا جماعه شويه اسماء اللي كانت مع مارادونا في كاس العالم ده كان فيهم كان كانيجيا مثلا وبروتشاجا احنا قلناه كانيجيا وبروتشاجا دول كانوا اتنين جامدين قوي وسيميوني لو كان عنده لعيب كمان جبار وباتيستوتا باتيستوتا ده سرد باك كان كابتن باتيستوتا لا باتيستوتا كان باساريلا باساريلا كابتن باساريلا باساريلا اللي هو باساريلا سرد باك تحس ان هو مجرم كده في نفسه سرد باك كان جامد قوي كابتن لا لا بجد كان مجرم دول احلى 10 اهداف لمارادونا ده بقى هو اللي عمل نابولي بصراحه هو ما راح نابولي هو اللي عمل نابولي طبعا يعني نابولي دي كان فريق كده ملوش اي لازمه واخد بيه ابطال اوروبا واخد بيه دوري ايطاليا كابتن وهنا برشلونه حاجه كان جبار بس هو هنا خد اصابه ده في نابولي كان له قصه لطيفه قوي لما راح نابولي ونزل كان قبل المؤتمر الصحفي ما اعرفش بيقولوا شاط كوره من اخر الدنيا قال لهم لو جت جول هجيب لكم الدوري وكاس كانوا من نص الملعب جاب وجابها كان بيحطوا في التمرين يجيبوا يحطوا كرة على نص الملعب على خط النص ويشوط اللعيب طبعا دي بتبقى نسبه مثلا 2% 3% ان اللعيب يقدر يجيب الكرة بين الثلاث خشبات ان بشوطها ما تنزلش على الارض غير تنزل على على خط المرمى ما كانش حد بيعملها ميرسي ده هو بالظبط بالظبط كمان من ضمن جبروت مارادونا ده لما راحوا يلعبوا بايرن ميونخ فطلب من الكوتش قال له انا مش هنزل اسخن مع الفرقه انا هنزل استعرض مهاراتي بالكوره قدام الجمهور عشان اعمل ارهاب للجماهير وهي بتتفرج عليا وسمح له بده ونزل لوحده بالكوره عمل شويه مهارات سمح له وكان يقدر يقول له لا كابتن لما يقدرش على فكره نفس المدرسه دي بتاعت مارادونا ونيمار الهاوي مهتم جدا بعمليه نفسه دي ايوه ايوه يعني نيمار كل حاجه حتى في التنقلات اللعيبه يسافر لوحده في الاوتيل ده هدفه في انجلترا اهو ده رقص الدنيا كلها ده في واحد بس برضك هنا اللعيبه بتوع انجلترا كانوا بيوصلوه قاعدين يجروا جنبه واحد جري جنبه كده حد ما وصله له قاعد بيحميه والله والله تحس هو راح مضيله ورجع والله بيستسلم وتسلم والله بيحميه هي ذكريات جميله طبعا ذكريات جميله احنا حبينا نرجع الناس الجمال اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي للعصور الجميله ولكن انا وجهه نظري ما اعرفش تتفق او تختلف ان ميسي مختلف تماما عن كل من سبقه واتصور كل من سبقه قفل بس بالظبط حاجه ثانيه ده قافل صفحه لوحده يعني قافل صفحه لوحده طيب نبدا بقى الظواهر بتاعتنا الاول اتفضل يا كابتن نبدا الصفحه يعني خلينا نبدا اول حاجه المدافعون يصنعون الفارق المدافعون يصنعون الفارق لو قدامك الظاهر وحابب تتكلم على طول اتفضل انا بسم الله الرحمن الرحيم انا بتكلم على المدافعين بتوعنا السنه دي في الدوري العام عاملين طفره جامده جدا ويمكن بشكل كبير جدا هينقلوا الفرق بتاعتهم لمنطقه امان يمكن اخر حاجه كانت النهارده رامي صبري النهارده رامي صبري بيجيب هدفين في توقيت يمكن اكتر فتره انبي محتاج للهدفين دولت او للمكسب كان النهارده
ان بيحسموا بشكل كبير جدا وجوده في الدوري من عدم وجوده او فرصته في الدوري موجود او عدم وجوده. نعم. انا شفت النهارده رعب والاثنين بدماغه والاثنين من نفس المكان. نعم. وفي مرمى واحد. خلي بالك في مرمى واحد. نعم. يعني مش واحده واحده في مرمى واحد. هدف تاني ده حلو قوي طبعا قوي طبعا ان هو طالع في نص اللعيبه وهو عنده الاصرار على فكره هو من ميزاته. يعني احنا بنتكلم دايما على المهاجمين المدافعين ما بيطلعوا بيأدوا دور المهاجم في الكرات الثابته مؤثرين السنه دي في الدوري العام. وجاب بص يا كابتن طبعا. جاب برده هدف في بيراميدز بنفس الشكل بالظبط هو بيلعب بدماغه كويس جدا 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 ومقاتل. هو بص الرفعه برده ودخل بص ده شايط شاط كره بدماغه ما شاء الله ده شايطها زي الصاروخ. فرامي عامل حاله كبيره جدا في السنه النهارده والنهارده قد بشكل كويس. مين غيره؟ سيد فريد طبعا. سيد فريد سموحه محمود علاء كمان. محمود علاء بنتكلم على واحده. سيد فريد سيد فريد في سموحه الاسبوع اللي قبل اللي فات. أيوة. ماتشين ورا بعض جاب لهم 6 بونت بالظبط 6 بونت يعني مدافع ما يجيب ده 6 ده المدافع. على فكره رامي قبل انا اسف يا كابتن فاروق وقف جول كيبر ده في ماتش المصري يعني بعد مهاجم بيجيب اجوان مدافع وقف جول كيبر ودخل فيه الفاول يوريك قد ايه لعيب عظيم ومقاتل. ده يا كابتن بفضل التاريخ برضك يحسب له. يلا ودونا لسيد فريد. اتفضل سيد فريد اتفضل يا سيد فريد. هدفين برضه في المباراه دي وكان مهمه جدا المباراه دي بالنسبه لسموحه وبالنسبه لكابتن حسام حسن بالنسبه للفريق ككل. قدر سيد فريد ده حرس الحدود على فكره سيد فريد يعني اهدافه كلها زي ما كانت فاروق كان بيتكلم عن رامي تحس هي نفس المكان ونفس المروحه الكوره ودايما كابتن حسام بيهتم بالكور الثابته. بص هتلاقيه في كل الاماكن دايما تلاقيه في الحته دي بالزبط. لكن هو حلاوه رامي الاهداف بتاعته خصوصا الهدف الثاني النهارده لا حاجه حلوه قوي مواجه كوره جامد جدا المكان صعب قوي كمان اللي هو فيه والكوره راحت فيه وبعدين يحسب على كل المواجهات اللي قالها كابتن فاروق على رامي ان هو مثال في حاجه كابتن مدحت كابتن فرقه كابتن فاروق فده طبعاً. مثال تحس كابتن بص الراجل تحس لاخر ثانيه بيغل وعايز يكسب وعايز فرقته تطمن النهارده مكسب النهارده زي ما قال كابتن فاروق تقريبا 90% النهارده كان محتاج 3 نقاط انبي ما لهمش حل تاني لانك هتخش في متاهات انت في غنى طبعاً. عنها هتاخد النهارده الهدف وعلى فكره اللي رفع الكوره النهارده عامل مباراه جميله احمد رفعت عامل ماتش تقريبا احسن ماتش النهارده طبعا جدا يعني والزمالك خسروا لسه كنت اقولها لحضرتك هو عاره يا كابتن يعني ما خدش كنت اتمنى كابتن فاروق لعيب كويس قوي كنت اتمنى في الزمالك ما اعرفش ليه اللي حضرتك كنت بتتكلم فيه في الاستوديو حته زحمه قوي حته زحمه اللي هو تبقى نجم بس لما تروح النادي ما تبانش بالطريقه خلينا بقول برضك والله يا كابتن مدحت طبعا انا بنشكر محمد صيام وكل الاعداد يعني بسام وطبعا محمد القاضي انا بتكلم على نقطه مهمه جدا يا كابتن ان اللعيبه اللي بتلعب في الانديه الكبيره وتروح انديه او بالاسف بيلعبوا في انديه اللي هي بيه يعتبر غير الاهلي والزمالك وبيراميدز نقول على اللي بعد كده يعني التصنيف الفرق دي ما بيروحوا اللعيبه دي ما بتروح الفرق الكبيره ما بتبقاش بنفس القوه ولا الاراده ولا الاداء الفني بتاعهم ولا البدني. طب ليه؟ هو ده سؤال مهم. طيب ولا ما بياخدوش فرص حقيقيه فمستواهم بيقل؟ هو حاجتين انا من وجهه نظري كمدرب يعني. اول حاجه هو خد هناك على عدم الضغط. انت ما كنتش كل مره تقول له انا عايز 3 بونت وتقعد تنيمه وتاكله وتشربه وتدربه وتزعق له عايز 3 بونت. ما انت كمدرب عايز لو ما حققتش ده انت اول واحد هتمشي فبتحصل بشكل كبير ضغط. تاني حاجه النجوميه بتاعته هتخش في نص النجوم اعلى. يعني عنده هو نجم فراح لنجوم اعلى هل هو هيخش معاهم بادائه الفني بس ولا يبقى بيأدي وبيراضيهم ولا شخصيته تتفرد عليهم في لعيبه بشخصيته تتفرد عليهم يعني انا يعني هقول شهاده كده للتاريخ بركات ما راح النادي الاهلي شخصيه بركات في الملعب اعلى من اي شخصيه موجوده في الملعب بركات ليه منزل بركات لحضرتك حاجه عشان بس هثبت كلام حضرتك مستر جوزيه كان يقول لك بركات ده والله كابتن فاروق روح الفريق يعني كان فيها بوتريكا وبوتريكا النجم النجوم يقول لك بركات طبعا والله كابتن فاروق روح الفريق نفسه. وفي حاجه ثانيه مهمه بركات لما راح النادي الاهلي من الاسماعيلي كان واخد بطوله مع عماد النحاس لو تفتكر طبعا كان واخد الدوري العام طبعا ما انا رحت رايح انا دربتهم ووصل نهائي افريقيا وصل نهائي افريقيا يعني رايح هاماته عاليه
فعنده ثقه كامله. انا بركاته ما رحت الاسماعيلي لقيته ما بيتمرنش، لما دربت الاسماعيلي ما بيتدربش زي اللعيبه. كان الكابتن محسن صالح ربنا يديله الصحه، ناس محترمه جدا. انا رحت اشتغلت بعد الكابتن محسن صالح، وما رحت اشتغلت مع الاسماعيلي فتره الاعداد. هو بركات مشي في فتره الاعداد، راح السعوديه، يعني راح في السعوديه في فتره اعداد. رحنا نلعب الاتحاد وجد، والاتحاد جده واهلي جده بنلعبهم في اسبوع واحد، والاسماعيلي بطل الدوري. ورحنا لعبنا ماتشين كويسين جدا وكسبنا وعملنا نتيجه، وخد شعبيه جباره الاسماعيلي هنا. بركات ما تبص عليه، احنا كنا في بدايه فتره الاعداد، وانا لسه انا عارف بركات من ايام السكه الحديد. لا لقيت واحد تاني خالص، نشاط تركيز، بيلعب لعيب يعني مهني في الكوره، مهني لعيب يعني طبعا في افريقيا ده، يعني بركات من اللعيبه 3-0 من اللعيبه اللي ما تطلبش منه انت عايز منه ايه، قول له انت هتلعب في الحته دي، فهو بيطلع لك كل الحاجه الكويسه في المكان ده. يعني تقول له هتلعب باك رايت، يطلع لك كل حاجه كويسه في الباك رايت، هتلعب في نص الملعب، يطلع لك كل حاجه كويسه في نص الملعب، هتلعب وينج رايت، كل الحاجه كويسه. فبركات من الشخصيات اللي هي فعلا يخلي اللعيبه امكانياته وقدراته والتزامه يخلي اللعيبه فعلا تعتمد عليه وتحترمه بشكل كبير جدا. قوي قوي. لا وبعدين هو ملك الحركات بقى. طبعا طبعا. الحديث جاب بعضه يعني. هو جميل. طيب يبقى احنا هنا في المنطقه دي بنتكلم، كنا على المدافعين، اتكلمنا عن سيد فريد، اتكلمنا عن رامي صبري، نتكلم عن علي معلول بقى كابتن علي. اتفضل. اللي جاب ست نقاط. ست نقاط ظاهره بقى السنه دي. معلول بقى هداف، بيفرق في النادي الاهلي. دايما كنا عارفين معلول بيشتغل على الجنب الشمال، بيعمل تمريرات بالعرض حلوه جدا، رجليه مظبوطه، دايما شايف الملعب. الجديد بقى السنه دي ان معلول بيروح في اماكن اللي هو بيحرز منها اهداف. يعني المباراه السابقه احنا كنا هنا في الاستوديو ده كابتن مدحت، فبنتكلم وبنشرح الجول، بقول لهم ازاي علي معلول جه في المكان ده. يعني بص دي في الاتحاد طبعا حاجه فظيعه، والكلمه اللي باخدها من كابتن فاروق دايما حلول فرديه، مهاره فرديه بتاعت لاعب جابت ست نقاط مع الاتحاد وطلع الجيش بالظبط امبارح في الوقت القاتل، في الوقت القاتل اللي ممكن اي لاعب لو ما عندوش امكانيه دي وثقته في نفسه يقلق يشوط. يا كابتن مدحت يعني امبارح انا لو مكان، لو في حد مكان معلول قبل الكره بتاعت طلع الجيش دي يقلق شويه ان هو يشوط بالمكان ده، والكره مش قريبه على فكره، لا دي على الكره بعيده 30 يارد تقريبا بالظبط بعيده والكره زحمه. لكن معلول التطور اللي هو عامله بيروح في اماكن، يعني ايه اللي جاب معلول هنا؟ يعني ده ما كون ايه ده المكان واحد بتاع نص ملعب مكمل اللي هو دايره ال 18 ده توقيت. احنا يمكن اخترنا الهدف ده كان من احسن الاهداف على احسن هدف يا كابتن. صح. انا برضه كابتن مدحت بتكلم على معلول امبارح بقى، نتكلم على معلول قبل ضربه الجزاء ومعلول بعد ضربه الجزاء. بالظبط بالظبط. معلول قبل ضربه الجزاء هو نفس الاداء، نفس الاداء. طبعا. بعد ضربه الجزاء اما ضاعت الاداء علي زاد. صح. علي اي واحد تاني يخاف بالزبط. معنوياته تقع يبقى خايف يشوط، انت بتشوط في الوقت بدل تضيع على الدقيقه كام يعني اللي عندك هي ضربه الجزاء ضيعها ضيعها وبعديها بقى نشوف الدقيقه كام كان عنده الاصرار وراح داخل لجوه ما بقاش باك ليفت لا اتطرد من الطلايع لعيبه والطلايع بقى بتقفل الملعب اهي بالظبط اهو. بص يا كابتن ده استلم وداس على الكوره وبص وخد القرار وحط وش رجله في الكوره مع الزحمه مع الكثافه. وليد سليمان. وليد سليمان وليد سليمان بالظبط لمس ثلاث كور، واحده شاطها وواحده ده احمد رمضان فتحي لوليد تاني فتحي لوليد وهو ايوه مش قريبه يا كابتن فاروق على فكره. لا بعيده يعني مش سهل حد يفكر. لو حضرتك بتقول تفكير دلوقتي في هو هل الثقه اللي عنده الثقه وخبراته ان المعدل البدني والذهني بتاعه ما وقعش في المباراه. لا دي حقيقة. يعني مصمم ومركز وهيحط وش رجله في نص الزحمه. احنا لما كلنا كلاعيب الكوره فيما بتبقى خسران او متعادل ويجي لك كره ما تخاف تشوط وتضيع بنالتك وتفرقع تضيع ضربه جزاء فتسلمها لاي واحد جنبك يعني تبقى انت حصري يعني سواء انت عملت اللي عليك بتجمع لعبه عملت اللي عليك مش انا اللي هطلع كره بره الثلاث خشبات. لا لكن هو كان عنده اصرار غريب قوي بص قوي على الكوره على فكره لفه لجوه يا كابتن اجايه ليه دور يا كابتن بص اجايه بص اجايه هو اللي وسع للكوره صح صح اجايه وسع للكوره طبعا يعني وسع برضك بذكاء لو لمسها وذاك الجول كيفر ما شافهاش لا بس سام شافها لما دخلت لما دخل المرمى خلاص ما بص كام واحد يا علاء اثنين يا كابتن مدحت ثلاثه وحضرتك قلت اجايه كمان موسع طبعا موسع للكوره اجايه بس هو هو يحسب له يا كابتن مدحت ثقته في نفسه كمان ثقته في نفسه عاليه جدا وقراره ومضيع احمل قدام الجول بالظبط ومضيع بنالتي لعيبه يا كابتن ومضيع بنالتي لا ده راجل لعيب كوره فعلا لا تقيل بس ده راجل دولي حضرتك قلت محترف يا كابتن دولي محترف صح يعني ده لعيب محترف عظيم زي طبعا 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 يعني منتخب كبير قوي. طيب
نروح لبرضو لا نغفل ابدا محمود علاء هداف نادي الزمالك واللي عنده 13 هدف ايضا من لعيبه كابتن علاء الهدافين اللي جابوا نقاط كتيره جدا لنادي الزمالك برضو من منطقه قلب الدفاع. ودي معادله انا عايز اسال فيها، يعني المدافعين بيجيبوا اهداف والمهاجمين مش موجودين في قائمه الهدافين في الزمالك بيباركلهم يعني الوحيد اللي في الصوره في الهدافين هو محمود علاء من نادي الزمالك. دي حقيقه. اه ما اللي هو هدافين فين وفين بقى اوباما مدافع. تحت خالص 9 اهداف، لكن ده في الجزء اللي فوق في كهربا كمان. أوه. لكن هو محمود كمان يحسب له كمان يا كابتن مدحت اللي هو بيستاد ضربات الجزاء، ودي برضه ثقه المدير الفني ان هو ينقي محمود نفسه، يعني هنا دي كمان مهاره وجميله خدمت، لكن الراجل مكمل في مكان وواخد وقته ولم الكره لجوه. لا محمود ده جاب هاتريك في الماتش ده بالظبط، ده جاب 3 صح. لكن هو يحسب له محمود ان هو اولا بيجيب العاب الهواء بطريقه هايله زيه، ويمكن يجي بعديه رامي شويه، لكن محمود عنده ثقه في نفسه كويس قوي. أيوه. ودايما في هنا كمان ده في بيراميدز دي مكمل لحد فين، كانت متى حد سيكسر جوه، هو اللي مكمل وجايب هدف. ضربات الجزاء هو اللي بيشوطها. لا السنه دي من الناس، بص دي هايل طبعا هايل من الناس اللي تحس في تطور في مستواها. يعني زي ما كنا بنتكلم على التطور اللي فيه هنا هايل طبعًا. ده جول بقى جميل، ده احلى احلى هدف. ده مش مدافع بقى كابتن فاروق بصراحه، احنا بنتكلم على المدافعين علاء يا كابتن مدحت، بنقول للمدافعين طب ايه اللي بيخليهم يروحوا لقدام؟ طبعا دي جمله بتتعمل في التدريبات طبعًا. طوال مثلا اسبوع طوال شهر، لما نلاقي مثلا حارس مرمى ما بيخرجش من تحت 3 خشبات، الدفاع ما بيستعملش دماغه بشكل كويس، فنبتدي نستغل مهارات المدافعين اللي هم بيلعبوا بدماغهم كويس، فهنا الاداء ما يتحول من كوره على الارض الى كوره طايره. فانت بتستغل المدافعين بشكل جيد جدا، وده من ميزات محمود علاء وايضا سيد فريد وايضا رامي صبري. ولو حتى لو احنا اتكلمنا يمكن اللي بيستغل الحته دي في التصويب هو معلول طبعًا. ان معلول بيلعب في مكان غيرهم، دولت بيلعبوا مساكين، معلول بيلعب على طرف، فاللي على الطرف ده عنده ميزه التصويب وخصوصا برجله الشمال. يعني لو واحد بيشوط برجله اليمين الكره دي ما تجيش جول، لا بسام واخد التلت الوسطاني من المرمى ناحيه اليمين وسايب ناحيه الشمال خالص، فهو كمان اللاعب ما يكون مهاري وعنده خبرات زي معلول قدر يصوب الكره في مكان قاتل طبعا. فبرضك بترجع للمدربين، المدربين بيبقى ليهم دور ما يحس ان ده مدافع في كرات ثابته. كان زمان في النادي الاهلي كنا نسمع عبد الباقي جنة لكن كنا نسمع قبلينا كابتن مدحت بمثل بابو غيده نادي الزمالك كابتن رأفت عطيه الله يرحمه، كان يلعبوا بدماغهم كويس، في لعيبه كانت معروفه السكران كنا نسمع انا ما لعبتش اللي بعد كده ابراهيم محمود بكر الله يرحمه من الجبابره طبعا، كابتن احمد مصطفى يونس واحمد مصطفى يونس طبعا، كل دول بيستعمل ومهرب كل ده بيستعمل دماغه، وعندك غانم سلطان وعندك ماشيست محمد توفيق وكان محمد طبعا محمد ده كان اكتر واحد بيستعمل دماغه، حماده صدقي كمان وحماده صدقي صح سبحان الله. لكن بس الظاهرة بقى حماس ما كانش هداف، ما كانش هداف، هو كان مدافع كان مدافع ثقيل بجد يعني يعني يا ريت وكان عارف بتفرج على فكرة عشان اتعمدت اقول ثقيل هو صاحبي وحبيب بس كان ثقيل فعلا يعني. لكن الغريبة بقى كابتن علاء وده سؤال برضه اتفضل كابتن، ان بتجد ان عندنا سنتر هاف باك اللي هو زي علاء والمجموعة دي كلها بيجيبوا بدماغهم كويس قوي، بس الكور كمان اللي بتخش في مرمى فرقهم بتبقى كور كتير في مواقف عالية ووقفتهم مش منضبطه وبتخش، يعني التبرر دي او ايه المقارنه يحسب عليهم زي ما بنشيد بيهم في الحته الهجوميه نتكلم عليهم في الحته الدفاعيه. ايه المشكله اللي فيها؟ المشكله ده دايما منتخب مصر على فكره المشكله دايما كنا بنناقش فيها وكابتن فاروق كان دايما بيتكلم عليها، انك تركيزك في المكان ده كابتن مدحت بيقل جدا، الكوره بتاخد من تفكيرك ونظرك حيز كبير قوي مش لازم، انت دايما بنقول ايه الكره ما بتتلعب بالعرض مش هتخش لوحدها، ده اللي هو بنتكلم كده اكنها يعني بنتكلم كلام عادي في حد تاني هيبدا هيلمسها بالظبط. احنا المشكله دايما ودايما كنا نجيب في الاستوديو هنا نجيب مثلا وقفه دفاعيه تلاقي مثلا كل المدافعين عينيهم على الراجل اللي معاه الكوره طب واللي هيجيب الجول فين؟ هي دي المشكله، حته الرقابه عندنا فيها خلل فظيع، دايما الكوره واخده حيز كبير قوي مننا مع ان مش صح على فكره، الكوره تاخد حيز منك بسيط قوي خلاص شفت الكوره فين، لكن اهم الراجل الاخطر اللي هيجيب الجول فانت بتغفل شويه زي ما انت بتعمل في المنافس بيحصل فيك نفس الكلام، وهي دي آفة في مدافع الكره المصريه على فكره، في المدافع مش هكلم حتى مش على يعني مستوى المنتخب بس المدافع بقى نيجي هنا نقول ستوب بقى اوعى تقارن المدافع بالمهاجم، لا
ده المدافع ده موظف. المهاجم ده راجل مبدع. لا طبعا. بس المهاجم اللي بنتكلم عليه دلوقتي هو مدافع برضه، ما احنا جبنا الامثله دي. لا انا قصدي اقول بتكلم على بقى لو مهاجم على مدافع. اوكي. بتكلم على المهاره. لا المهاره المفروض المهاجم افضل. المهاجم افضل طبعا واذكى واسرع و و و ومش هقول بقى اذكى يعني زي الثعلب، المهاجم ده بيلعب على الخطا مدافع بالظبط. يعني لو كمان يا كابتن، ما انا بقول انا قلت اذكى في الاول مش عشان ما اكررهاش. لا انا اقول فالمهاجم مبدع يعني طبعا. المهاجم وحتى في الاسعار وفي في النجوميه في التاريخ هتلاقي المهاجم ده حاجه والمدافع حاجه. ما المدافع ده مقاتل وموظف خلاص بيخلص اللي عليه، لكن تلاقي المهاجم ده ما بينامش بالليل ضايع هدف، بكره عنده مباراه يقعد يعمل السيناريو لو جات لحاجب جول ازاي. ده غير المدافع. المدافع انا همسك الراجل ده بقعد اخبط فيه واترزل عليه. وحقيقه كابتن فاروق كنت مره بدردش مع كابتن حسام حسن فبساله، فبيقول لي انا ما انا ما يعني انا باحساس. يعني المهاجم هو لديه دايما احساس. طبعا طبعا. هو عارف كده عنده زي ما بتقول قرون استشعار. طبعا. الكره هتبقى موجوده فين. موجود. فتلاقي جسمه بطبيعته بيروح. موجود. في الحته دي. بس ادام بنتكلم بقى امبارح، ما احنا لسه يعني الكلام جاي بعضه، يعني سواريز الهدف الاول امبارح جابه ازاي؟ ده اسد. اسد. عارف افزت اسد بس واحساسه يا كابتن فاروق. طبعا ما اسد يعني رايح على الكوره بالظبط اقتناص. زي بيقول لك كده هداف يقتنص الكوره. هو دي كلمه اقتناص دي اول مره نشوفها. ايوه يا كابتن. نعم. يعني هي اقتناص والاحساس بالمكان وعارف انه يا كابتن ده جري كده فجاه بقى لوحده الناحيه الثانيه. ده طار طار من على الارض. طار من على الارض. ما انا بقول لحضرتك هو كل جسمه بقى طاير لغايه ما لمس الكوره. بس هو ده الاحساس عشان دايما يفرود هو حاسس بالمرمى وهو مغمض. وعارف هو زي ما قال علاء نقطه اهم حاجه في ازاي حارس المرمى. الموقف اللي عايز اقول الاحساس بتاع المكان، احساس المكان ده اهم حاجه. طبعا. يعني احساس المكان عارف هو الكوره جايه انا واقف فين. النقطه اللي بتتكلم عليها. بص يا كابتن طاير يا كابتن ده ما نزل. لو هنجيبها على ايه طاير يا كابتن طاير رايح عامل عامل تكف من على الارض كده ايده ورجله كله طاير كده ولمس الكوره. شوف قطع الكوره وحارس المرمى فين. حارس المرمى رايح فين وهو قاطع الكوره فين. بالظبط. ورغم الرقابه ان هو هربان من الرقابه ورايح للكوره ومنافس لحارس المرمى. واحد لوحده بس يا كابتن فاروق ما كانش زحمه في 18 يعني واحد لوحده بس هو عارف الاحساس اللي بنتكلم عليه ده بالظبط. جميل. خلينا نختم منطقه المدافعين اللي كنا بنتكلم فيها بانه برضو لازم نحيي الحقيقه رامي صبري. طبعا. انه لو تتذكروا السنه اللي قبل اللي فاتت النادي الاهلي طلبوا بقوه وكان مفاوضات حتى الرمق الاخير وامبي رفض ومع هذا لم يتاثر. ودي نقطه مهمه ومضيئه جدا في هذا اللاعب عشان نديله حقه بيتفرج علينا دلوقتي. بالظبط. انه لم يتاثر نفسيا. الاهلي برضو له رونق تاني. طبعا. والزمالك طبعا. طبعا. فكون ان هو يعني وليد سليمان لما تعرض عليه الاهلي والدنيا وقفت شويه لما كان بتروجيت راح المستشفى. ما قدرش يستحمل ونقلوا له اغمى عليه وبتاع راح المستشفى نقلوا له جلوكوز وبتاع وكان في حاله لمجرد ان هو حس انه الحلم هيطير. انا يا كابتن هذا الولد تماسك. وليد كنت رحت حبسك بتروجيت. فجبت وليد وعبد المنصف هما الاثنين عايزين يمشوا. فقعدت مع وليد جه قعد معايا في البيت وقعدت اتكلم معاه مؤدب بقى بلدياتي وكده قعدنا نتكلم انا وهو. يا وليد دلوقتي احنا عايزين ناخدك من بتروجيت. فقال لي الزمالك عايز اجدد له في بتروجيت. اجدد له في بتروجيت. عايزين اجدد لك في بتروجيت. قال لي لا انا عايز امشي. قلت له بحنيه كده يا وليد انت واخده انت هو حنين. هو حاجه جميله جميله. قعد قال لي لا انا عايز امشي لدرجة إن أنا لقيت وليد بيدمع عشان يروح النادي الأهلي. ده اتنقل المستشفى يا كابتن. قالوا المستشفى والدنيا اتقلبت وبتاع وكان حالته مش مظبوطة. لما حس إن الدنيا قفلت. بص كابتن سامح بيه الله ربنا يديله طولة العمر. سامح بيه فاهم. قال لي اقعد معاه وأنت بقى ده فرقتك. لا الحقن في الحاجات دي مش هتمشي خالص. ما مشيتش خالص. مش ما مشيتش. ما هو كل الكلام ده يا كابتن بص كابتن فاروق كلام على وليد إزاي. طبعا وليد اتعاملت معاه كتير قوي. باين على وليد من يوم ما حط رجله في النادي الأهلي. مش ممكن يا كابتن بنزل امبارح لاعب كام ما فيش 10 دقايق ولا حاجه قلب الدنيا. ولا وروحه في الملعب ومع زمايله كده هو ده الواحد دايما بيتمنى لعيبه زي كده. زي ما حضرتك بتتكلم عن رامي كابتن فاروق. رامي صبري ده فعلا نموذج لكابتن النادي ام حاجه كده لازم الناس كلها تحترمها. الراجل يعني ده وليد طبعا. لا ما شاء الله. لا جميل ده كمان. ما شاء الله ما شاء الله. لعيب قوي حاجه من قماش. وما تنساش برضك انا عايز اقول لوليد يعني بالنسبة لتاريخه. في مباراة مصرية كانت في تونس في البطولة الإفريقية. وليد كان عنده الجراءة غير ال 21 لعيب التاني.
ان هو عنده الاصرار ان يجيب اهداف وان هو يدوس على الكوره ومش خايف من الديفنس بتاع تونس وقاعدين وجماهير ورقص اللعيبه اللي على كوس 18 اه امال ايه طبعا. فانت بتتكلم على واحد بيغير لك المفاهيم بتاعتك في الملعب. انت رايح تلعب فرقه في ملعبها بدل ما بتقفل انت بدات بناحيه هجوميه وبتعامل للفريق الثاني رعب وخلصت المباراه كان ليه دور يعني ايجابي بشكل كبير جدا جدا. وليد من اللعيبه الكويسه جدا. طيب يبقى احنا عايزين نتحدث عن ظاهره اخرى عملها لنا الاستاذ محمد صيام وهي انتصارات الاهلي الصعبه نناقشها ولكن بعد الفاصل. الظاهرة الثانية اللي عندنا وهي ظاهرة الانتصارات الصعبة للنادي الأهلي. اجي لك انت الاول يا كابتن علاء باعتبارك اهلاوي كبير يعني. الانتصارات الصعبة يعني ماذا تعكس من وجهة نظرك؟ هل اعصاب مستشاطة زي ما بيقولوا؟ هل عدم قدرة حقيقية على حسم المباريات؟ يعني هو في الطلائع تحديدا وبالمناف في الاتحاد في الوقت القادم وغيرها وغير كذا مباراه يعني من وجهه نظرك تبرير هذه الظاهره؟ الحاجه الواضحه قوي حته الضغوط اللي على اللعيبه. ضغوط قويه جدا على كل منظومه في الكوره عندنا. ضغط جامد جدا وحصل الضغط ده يا كابتن مدحت نخلينا صرحه بعد خروجنا من بطوله افريقيا. لان بطوله افريقيا كان الهدف الاول والاساسي في الموسم ده. بعد الخروج اعتقد في ضغوطات كتير جدا على المدير الفني على اللعيبه. انا خلاص بقى مطالبين بان الدوري العام ولازم يبقى هم ابطال الدوري خصوصا ان هو ما كانش اول الدوري. فانت عايز توصل انك اول الدوري وبعد وصلت اول الدوري وتتخلى عنه تنزل المركز الثالث دي بالنسبه لجماهير النادي الاهلي قبل اللعيبه زوار مش حلوه. عشان كده الضغوطات زادت. هي دي المشكله اللي واجهت النادي الاهلي. مع كمان بيلعب فرق كمان مش عايز اتفرط في نقطه. انا اطلع الجيش مش عايز اتفرط في نقطه. الاتحاد نفس الكلام اللي هو بيلعبك وانا ما انا الثاني برضو انت عايز 3 نقاط وانا مش عايز اخسر. هنا دايما تبقى الصعوبات في كده. عشان كده الانتصار بيجي في اخر دقايق وبيجيش سهل. يعني مع الاتحاد مكسب مش سهل. مع الطلائع مكسب مش سهل. لكن يحسب للاعيبه النادي الاهلي والجهاز ككل ان هو حته الاصرار على المكسب ان هو خلاص مدين الفكره واصله ان مفيش تفريط في نقطه بعد كده مش نقطه واحده ممنوعه. بس هل كل مره زي ما بيقولوا تسلم الجرة؟ لا. يبقى لازم انا بدايه مبارياتي انا لازم انهي المباراه بسرعه زي ما دايما بنتكلم. انا بعد الدقيقه 90 بعد مين كان يقول مثلا ان بعد الدقيقه 90 ممكن يا ممكن ما فيش حد ما فيش حد كانت مشكله. لكن في مباراه الطلائع لا تحس ان الاهلي احسن. الاهلي ممكن يجيب هدف لكن الهدف اتاخر. لكن هو حته الاصرار عايزين يكسبوا. لكن مش كل مره هيبقى الامور هتحسن في اخر دقايق. ممكن في اخر دقايق ما حصلش اللي بيحصل مع الاتحاد او مع طلائع الجيش. عشان كده المهم او لو انا موجود في في في, في الجهاز او اي حد رساله بقى توصل ان لازم حسم مبارياتك يا كابتن مدحت من بدري. بعد هدف اول لا دور على الهدف الثاني والثالث على اساس ما تخشش في المتهات اللي في الاخر دي. يعني الكوره دي مجهود فردي اللي كان بيتكلم عليه كابتن فاروق جعفر لرمضان واتلعبت بالعرض لصالح جول. لكن مش كل مره تستنى لاخر ثانيه. لا بالظبط هو ده اللي انا عايزه. بالظبط لازم المباريات المتوقعه تحسم ومن بدري. طيب على نفس الذكر قدامي انه حسين شحات لم يقدم حتى الان المنتظر منه. من وجهه نظر كابتن فاروق هل ننتظر اداء مبهر يساوي قيمه حسين شحات اللي دفعت فيه ولا شايف ان الامر هيبقى صعب لانه اللي بيلعب هيستمر في اللعب لانه حسين دلوقتي ما بقاش اللاعب الاساسي؟ تمام. طبعا انت بنتكلم في نقطة طبعا هي محرجة شوية. ما فيهاش إحراج ولا حاجة، احنا بنتكلم فني. طيب. بنتكلم كورة. كلمته كلمة كابتن فاروق. أنا ما جبتش حاجة من عندي يعني. طيب. بنتكلم النهاردة على لعيبة دخلت فرقة النادي الأهلي في التنقلات الشتوية. نعم. اللعيبة اللي دخلت فرقة النادي الأهلي في التنقلات الشتوية لم تضيف للنادي الأهلي شيء. أنا بتكلم بصراحة. طبعا. طبعا. النادي الاهلي السنه دي مر بظروف صعبه جدا من بدايه السنه. لعيبه جديده جت كتير والنادي الاهلي 10 لاعبين 10 لعيبه. طب هل من وجهه نظرك وانت كوتش كبير 10 لاعبين في يناير هذا عدد كبير على الفريق؟ طبعا
كبير. طبعا طبعا انت بتجيب احتياجاتك، ما معنى بتجيب 10 لعيبه يعني انت هتقعد 10 لعيبه وانت جايب واحد عشان يلعب، يعني مش جايبه ده انت مش بتبدا بيه سنه ولا فتره اعداد ولا اختبارات ولا اي حاجه، انت مدخله 15 يوم ويخش او تخش على طول. فبالشكل ده لا يعني انا شايف ال 10 لعيبه كانت كتير، ويعني يعني ده اللي اتعمل ليه بصراحه عشان كانت النتائج بتاعت النادي الاهلي ما كانتش كويسه قبل التوقف الشتوي. نعم. فبناء عليه عشان ارضاء للجماهير وكده، ادي وجهه نظري، ارضاء للجماهير النادي الاهلي جاب اكبر عدد من اللعيبه عشان ما حدش يتكلم يقول احنا جبنا افضل لعيبه، لكن البدايه من بدايه السنه النادي الاهلي ما اختارش احسن لعيبه، ودي كانت المشكله الاساسيه في النادي الاهلي. تاني حاجه الاصابات، اصابات النادي الاهلي كانت كتير جدا. تالت حاجه اشتراك النادي الاهلي في ثلاث بطولات، انت بتلعب في البطوله العربيه في ابطال الدوري، بتلعب في الدوري العام، ثلاث بطولات وانت ما عندكش وكاس مصر، انت ما عندكش القوام الاساسي بتاعك لسه ما عملتوش. طول عمره الاهلي بيلعب وبيكتسح الدنيا. اما يكون عنده قوام الاساسي، هو السنه دي ما عندوش قوام الاساسي لغايه وقتنا هذا، النادي الاهلي لا يملك قوام اساسي. قول لي حد يقول لي قوام اساسي النادي الاهلي، اتحدى ان واحد يقول لي 10 لعيبه موجودين في الملعب بيلعبوا كل ماتش، مستحيل. وده دي مشكله. نعم. تاني حاجه طريقه اللعب، طريقه اللعب بتاعت النادي الاهلي من كل مباراه بتتغير. ان مش كل اللعيبه شبه بعض في الاداء، يعني مش كل اللعيبه عندها الامكانيات زي بعض. انت ممكن تغير طريقه اللعب عشان عندك مثلا طرفين ما عندهمش السرعه، ممكن تغير طريقه اللعب ان ما عندكش صانع العاب، وده اللي افتقده النادي الاهلي. يمكن انا امبارح كنت بقول لحضرتك في الاستوديو، اكبر مكسب للنادي الاهلي صالح جمعه امبارح، مش الثلاثه بونت، المكسب الاول صالح جمعه. صح. ان بدا النادي الاهلي يرجع عنده صانع العاب، عنده واحد بيفكر بينسق بينظم بيعمل كل كوره بيشتغل. لا. لا. في مخ موجود في الملعب، بلاي ميكر صانع، يعني بيحط السروات، كل الكلام ده كان وحش، يعني جماهير النادي الاهلي ما كانتش شايفاه من يوم عبد الله مشي. فاصبح النهارده عندك البديل او جاي في الطريق. الحاجه الثانيه انت اتكلمت عن حسين الشحات يا كابتن. حسين الشحات مهما كان الظروف لازم ياخد وقته. لازم ياخد وقته. كان متألق مع العين تألق غير طبيعي. الكورة العربية غير الكورة الأفريقية. طبعا قبليها كان قصة تانية. برضك الكورة المحلية غير الأهلي والزمالك وبيراميدز. الأهلي والزمالك وبيراميدز دولت ليهم كورة تانية. أداء تاني، أفكار تانية، طموحات تانية، دوافع تانية خالص. أنا مش همسك كورة حسين الشحات لو هنشوفه ناحية اليمين، كل كورة بيمسكها محطتها لبره بيخلص. في الثقة. الثقة اللي كانت موجودة، الثقة اللي كانت موجودة. أو بص يا كابتن، النادي الاهلي ما بيجيب جول او نادي الزمالك ما بيجيب جول، اللعيبه ما بتعملش كده الفرحه دي المبالغ فيها، ان هو متعود. النادي الاهلي او الزمالك ما بيجي فيه جول بتبقى حزن على اللعيبه، ممكن تلاقي شده عند اللعيبه دي ما تفرقش، عايز يعوض او هيخسر، ويبقى هو بيلعب الدوري العام، بادئ الدوري العام عارف هيخسر من الاهلي ومن الزمالك ودلوقتي بيراميدز. اي فرقه بتلعب في الدوري لما بتعمل الدرون بيبقى عملت انجاز، واحنا شفنا المقسم على البيراميدز ما خلصوا الماتش عاملين ازاي. صح. والمدرب بتاعهم عامل ازاي. فانا ما اقدرش اقيس اللعيبه اللي بيلعبوا في الاهلي والزمالك اللي بيلعبوا في البطولات المحليه. بص يا كابتن، اللي بيلعب في البطوله المحليه كانه لعيب منتخب، اسف، اللي بيلعب في البطولات الافريقيه الكونفدراليه ابطال الدوري او البطوله العربيه اللي جت كانه لعيب منتخب. هل لعيبه المنتخب في كل الانديه؟ انا بقول لا، لعيبه المنتخب في الاهلي والزمالك وبيراميدز الوفد الجديد هم دولت اللي تقدر تقيم عليه. انا شايف حسين الشحات لازم ياخد فرصه على الاقل السنه الجايه، ان مهما حركت حسين الشحات مش هيجيب الثمن اللي دفع فيه حاليا. بالظبط. طيب، هو طبعا في لعيبه كانت حلوه قوي قوي خرجت اعارات، يعني احمد حمدي اللي كان بيلعب قبل كده وكان مكسر الدنيا، وكان حسام البدري مديله فرص كبيره جدا، وبسيرو كان عايز يطلعه ايطاليا لو تتذكر. طبعا. احمد ياسر ريان النهارده انت بتدور على 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 فيرود موجود، في كمان عمار اللي راح اتحاد اسكندريه، حته لعيب كوره جبار يعني. يعني اكرم توفيق كان الى حد ما ما اثبتش وجود قوي معاه في النادي الاهلي، لكن هو الاعارات بتطلع ب ب ب بقرار من المدير الفني المفروض، مش طبعا قرار المدير الفني مع لجنه الكره او مجلس ادارنا. الاعارات واحد يعني فلان وفلان وفلان، وفي موافقه. اول حاجه طبعا المدير الفني اكيد. طب انتوا اخدتوا القرارات دي وانت في اللجنه الفنيه الاعارات؟ لا، اللجنه الفنيه دي كانت بعيده، مالهاش دعوه بالاعارات، لكن هي دايما مدير الفني مع لجنه الكوره، او مع وقتها مع كابتن محمود، او لو كانت في لجنه الكوره كانت موجوده لجنه الكوره، بيقعدوا مع بعض وانا بتتفق على ثلاث اربع لعيبه دول اعارات.
بيتفق عليهم، بس اهم حاجه اكيد كابتن فاروق عارف موافقه المدير الفني. هو اول واحد اللي بيقول انا ممكن اسيب ده اعاره. ده احمد ياسر ريان مثلا شوف كل هدف جميل وجماله. لا وفي هدف حلو. هدف كمان جايبه احلى من ده بكتير. كان انا كابتن فاروق اللي هو استلم واستلم وحضر نفسه وحطها هناك. لا حاجه ممتعه. هايل يا كابتن. يعني اكتر ناس استفادت من الاعاره احمد حمدي واحمد ياسر احمد ياسر وطبعا عمار حمدي. بس عمار ما كانش في النادي يعني. عمار جاي من النصر. اما جبته النصر جبناه من النصر وخلصناه. لعب مع كابتن عادل رحمه 97. لكن الولد لعب دوري ممتاز. والحلو في عمار ان هو كان بيلعب في النصر وكان دوري ممتاز وكان النجم جدا. رجل النادي الاهلي كابتن فاروق لعب 97 ناشئين والولد ماشي ومفيش مشكله ومكمل. الان جت حته كانت في مكالمه بيني وبين وليد صلاح ما حدش عارف الموضوع ده فبيقول لي انا بفكر في فلان وفلان فبقول له لا خد عمار خده هينفعك. وفعلا اخذ عمار عمل له شغل ما شاء الله طبعا يعني. من الحاجات المفرحه في الاعارات هو عمار حمدي هايل ما شاء الله. بس 90% من الاعارات بتبقى ولاد صغيرين. ادي عمار بص يا كابتن بص عمار طبعا 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 طفره ده ولد جميل طفره ده لعيب لعيب حلمي ووليد فرحانين بيه يعني مش عايز اقول لك طبعا. الولد ما عندوش رهبه ان هو اوريدي كان بيلعب دوري ممتاز وكان بيلعب مع النصر والنصر مع احترامي الكامل ليهم هو اللي كان بيعملوا كل حاجه في الملعب وعلى صغر سنه صحيح. فما يلعب مع فريق كبير في الاتحاد وفي اللعيبه دي ما شاء الله فما بيظهر كده. فتخيل بقى يعني لو في تفكير يرجع النادي الاهلي فكان كابتن فاروق اديك اكتسبت واحد بيفكر هو مطالبين حتى من طالب تجديد اعارته. لكن هل عندك معلومه هيتجدد اعارته؟ ما اعتقدش ان هو هيتجدد اعارته ان عمار يعني انا يرجع الاهلي تاني. عمار ما يتسابش بعد الموسم اللي عامله مع النادي الاتحاد كل احترام للنادي الاتحاد طبعا يعني لكن ما يتسابش ده موصل للفورمه دي. انا بتفق معاك مليون اكيد طبعا يعني انت احنا دايما يا كابتن انت عندك كمان احمد حمدي ما بنتكلم على الاثنين دول تحديدا يعني وبتكلم على واحمد ياسر لعيب كويس وعمار ثلاث اعارات ممتازه ثلاثه في كلهم صغيرين هي الولد ده شقي جدا جدا في الملعب طبعا بس هل يا كابتن برضك نيجي للنقطه اما يرجع النادي الاهلي اللعيب ده هيقبل المنظومه والضغط وان هو نص قدراته ومهاراته الفنيه دخلها جوه الفرقه واللعب اللي هو الفردي والمهاري اللي هو بيقول لناس انا لعيب كوره اما بيخش على الفرق الكبيره الاهلي والزمالك بيراميدز ده بيخش في منظومه بتاع المدرب هنا بيخش بمنظومه اللمسه الفنيه يا كابتن فاروق. يعني مثلا محمد فاروق بيراميدز ما هو بيمسك كوره وبيرقص يعني هو عايزه بيعمله في الكوره بما ان عنده الامكانيات دي فنفس القصه للولد بس محمد فاروق او كينو او اي واحد لو الكوره مش ماشيه معاه بيبقى اول الخارجين من الملعب ما بيدوش فرصه يعني ما بيصبروش عليه عايز البطوله عايز المكسب مش هقول بقى انا ده مهاري ده لعيب ده بيرقص بيحط كوره برجل لعيب ده بيعمل سروق المدرب ده مش عايز الكلام ده انا عايز انت بتلعب اللي في دماغي تنفذه وبعد ما تريحني في الملعب العب اللي انت عايزه بس هو الحلو يا كابتن كمان ان الاثنين احمد حمدي واحمد ياسر الاثنين كانوا موجودين في النادي الاهلي واتمرنوا مع الفريق الاول ولعبوا واحمد حمدي السنه اللي فاتت واحمد حمدي يا كابتن لعيب هايل ده الكره اللي هيعدي من الاثنين يا كابتن بص هيعدي من الاثنين ازاي مهاره وحط الباص ده الجول ده وحاجه جميله بجد طبعا واحمد ياسر احمد حمدي طبعا يعني كره خلصانه اثنين انا وجهه نظري كابتن فاروق انه العازف الماهر يستطيع ان يعزف في اي فريق طبعا يعني النهارده انا بعمل فرقه موسيقيه انا احب الفن قوي 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 طبعا وانا فنان في الكوره فدلوقتي بنتكلم فن فن يعني لو جبت مثلا عازف تشيلو من ايطاليا وجبت عازف كمان مثلا من لندن حلو وجم هنا في الفرقه السيمفونيه بتاعه الاوبرا مش هيعرفوا يعزفوا هيبوظوها لا ما يبوظوها لان النوته قدامه بيلعب لانه هو عازف ماهر فلما نتكلم على لاعب ماهر اللاعب الماهر يستطيع ان يلعب في الجونه ويستطيع ان يلعب في الاهلي يخش في المنظومه يا كابتن لانه لاعب ماهر بالظبط عنده انت مدرب انت مدرب خلينا بنتكلم لا لا انت حبيبي وخلاص ازاي اتكلم بقى ايه في الكوره احمد لعيب اتفضل يا كابتن الكوره احنا بنتعامل مع 11 لعيب تمام وقاعدين معانا دكه مرعبه بره عامله لنا مشاكل بتمسك على الزميل مش على المدرب نعم ده اناني ده ما بيبصيش ده ما بيدافعش ده بيضيع اجوال ده ما بيعرفش يلعب الكوره بلا مش دي القعده صحيح. الدكه بتقول كده تقطيع للصبح طبعا قاعدين طبعا ده النغمه بقى بتاع المدرب لما كانش اللعيبه دي تطلع في الملعب اللي هو عايزه هو جوزيه كان ناجح ليه عشان عنده البدايل
ده ما بيأديش على طول يبعده. تمام. وعلى فكرة والراجل المدرب الفييرا اللي كان في نادي الزمالك كان ناجح ليه؟ اللي ما بيأديش مهما كان ما بيلعبش. وده العرف في العالم يعني. دي كرة في العالم الكرة. انت بتأيد 30 لعيب مش بتأيد 11 في الملعب. طبعا. انت بتأيد 30 لعيب. طول ما الكرة قاعدة بتدور الأحسن 11 هم اللي في الملعب. ما بيأديش يلف يتغير على طول، نقول عليه التدوير. اللي ما بيأديش على طول يبقى بره. الكرة مهما كانت قدرات اللعيب لازم تتوظف، مهما كانت امكانياته لازم تتوظف. ده الاقدام، مهاره الاقدام. الفني انت بقى المدرب اللي يوظفه بقى، المدرب اللي يوظفه طبعا. المدرب يوظفه طبعا. يوظفه. وبعدين كان جوزيه كمان كان في مزه مع بجمل كلام حضرتك كان بيعرف يخرج من اللعيب احسن حاجه عنده. طبعا 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 طبعا. ودي مش اي مدير فني يقدر يعملها. طيب نروح للظاهره اللي بعد كده، ظاهره زملكاويه، فنروح للكابتن فاروق. نروح كابتن فاروق بالظبط كده، وهي ظاهرة هجوم 2015. عندنا لو بصيت انت في اللعيبة الهدافة في الدوري العام هتلاقي أحمد علي هداف المقاولون العرب، هو هداف الدوري العام. وخالد قمر هو هداف الاتحاد، واحد برصيد 17 هدف والتاني برصيد 14 هدف على الترتيب. ثم يأتي حسام باولو الثالث برصيد 12 هدف، يبقى واحد 17 واحد 14 واحد 12. الثلاثة دول كانوا في الزمالك. كويس. الرؤية يعني النهاردة أحمد علي راح الزمالك لم يأخذ فرصة. النهاردة أحمد علي 17 هدف وال 17 هدف أجمل من بعض. تفتكر يعني لو أخذ فرصة في الزمالك ما كانش هيبقى أحمد علي اللي أنت شايفه دلوقتي؟ أحمد علي وخالد قمر وحسام باولو، ما هنقول حسام مثلا عشان كبر خلاص. ماشي. طب أحمد علي وخالد قمر هم أخذوا الدرس ما راحوا لعبوا في نادي بره نادي الزمالك. بمعنى ان هم راحوا اللعب اللي بيتلعب دلوقتي اللي هو بيلعبه مع الاتحاد ومع المقاولين 10 لعيبه بيخدموا عليهم، الفاول هو اللي بيشوط الكرات العرضيه، هو اللي بيشوط، اللي هيرفع الكورنر يقول مين اللي هيشوط، يعني قصته في الفرقه. اما يرجع النادي لا، ما يرجعش، عمره ما هيرجع كده، عمره ما هيرجع. هو نجم مع النادي الا اما يشقى بقى ويجيب اهداف. يعني الراجل ده في واحد بيلعب مع احمد علي الاجنبي ده الافريقي ده اللي بيلعب ده موظف عند احمد علي، ده بيمسك الكوره ما بيشوفش حد في الملعب غير احمد علي يعني. ف عارف ومال وكابتن كويس موظف. لا دي مش هيتحصل في الاهلي والزمالك، ما تحصلش. ما هو النهارده كل مثلا جيرالدو بينشن على وليد ازارو، مثلا ابراهيم حسن في الزمالك او اذا كان كهربا الاخر مين بقى يا كابتن بينشن على اسمه عمر الفرود، عمر السعيد، عمر السعيد او على خالد الطما بينشن عليه، بس في النهايه اللمسه الاخيره هي اللي بتبقاش موجوده. يا كابتن احنا عندنا دلوقتي بعد ساسي ما عندناش صانع العاب. تمام. في النادي. تمام. والنادي الاهلي بعد عبد الله سعيد ما عندوش صانع العاب الا المباراه اللي فاتت صالح جمعه. نعم. الفرق دي يا كابتن من غير صانع العاب ده اهلي وزمالك. وبيراميدز بتفوق على الاهلي والزمالك ليه؟ عشان عنده اثنين، لو ما فيش عبد الله في قفشه. هما الاثنين لعبوا مع بعض حصل مشكله. ادي لويس انت بتقول عليه ده موظف يا كابتن. ده موظف يا كابتن. ده موظف ده بيمسك الكوره لو احمد علي في المدرك هيحطها له. طب لو جيرالدو في الحته دي وحطها راس الحربه المفروض يعني طب انا هقول حاجه يا كابتن. نعم. مثل جيراردو في النادي الاهلي. نعم. واللعيب ده ونشوف الاثنين بيلعبوا. راجل امبارح بالكره جايه له مش عارف هيوقفها ولا هيباصي ولا هيلم الكره لجوه اللي هو بتاع النادي الاهلي. مفيش قرار. ليه الضغط عليه في الملعب؟ اتكلم على جيرالدو. جيرالدو. طب ما ده جايبينه قد كده عشان يلعب كابتن، ما الضغط عليه في الملعب اللعيبه. اما بيقول لك ده لعيب كبير ليه، وده لعيب شخصيته قويه، وده معلم في الملعب، وده بيتكلم مع اللعيبه، وده منظم، وده الريس، وده ما اللعيبه دي انواع في الملعب. لكن في النهايه انت مرتبط بمنظومه المدرب. المدرب بيديك الحريه ان انت تتعامل. انا النهارده بقول عماد النحاس بيقول انت ما بيجي يدي توجيهات بنادي احمد علي ويكلمه. لا ده في واحده كانت، لا وهم لابسين ازرق مش ده، دي اهدافه، دي اهدافه. ده في واحده امبارح عملها. صعب صعب. طب ما برضك يا كابتن مدحت انا عايز اقول حاجه معلش انا يعني. اتفضل. طيب اما نمسك امبارح النادي الاهلي طوال الان، انا كنت اول استبدال هيطلع او اول تغيير للنادي الاهلي هو هو تمام. هو عامل مشكله النادي الاهلي ان من الناحيه من الجبهه اليمين اللي هي الشمال امبارح بتاع طلائع الجيش بداوا يهجموا على النادي الاهلي ويضغطوا على النادي الاهلي لدرجه ان المذيع كان بيقول احمد فتحي هيخرج من جيلاردو. هو السبب
كل كره مقطوعه منه يمسك الكره تطول منه، عايز يرجع الكره مش عارف يرجع الكره، يستنى احمد فتحي عشان شخصيته قويه عشان يحط له كره تتقطع، فوجوده عامل مشكله. الحاجه الوحيده اللي عملها كويسه اللي هو عمل دماغه بالكره دماغه وطلع وطلع. طيب انت شايف ان الضغوط في الاهلي والزمالك احيانا بتفقد اللاعبين القدره على ان هو يؤدي بشكل طيب؟ يعني بمنتهى الفنيات العاليه اللي عندك يا كابتن علاء، هل الزمالك يحتاج الان الى احمد علي او خالد قمر، ولا بصراحه ومشيتهم ما تركبش دلوقتي؟ من وجهه نظري وجهه نظري يحتاجوا طبعا الاثنين في حاله الزمالك، او ايهما في حاله الزمالك دي مع وجود طبعا ساسي لا ولو رجعوا واخدوا الفرصه واخدوا الصخر زي ما كابتن فاروق كان بيتكلم هيبقوا كويسين جدا جدا لان دايما في كل حال كابتن فاروق بيتكلم على ضغوطات وان هو لازم يتعب وانه مش هيبقى هو النجم. انا طبعا بتفهم كابتن فاروق كل الكلام اللي هو حضرتك ان هو مش هيروح مش النجم، لكن هو لو التفكير اتغير ولا يروح اهلي زمالك زي ما اقول بيراميدز واشتغل زي ما بيشتغل في الاتحاد او في 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 في, في المقاولين، لا ده هيبقى حاجه ثانيه خالص. بس ياخد الثقه، بس هي دي يا كابتن، ويشعر ان الكوتش مديله راحته في الثقه. اكيد اكيد انا عندي مش مكربجه، لا مش مكربجه، هي دي بقى حاجتين، مدير فني ونوعيه اللاعب نفسه بقى. انا عايز ايه يا كابتن مدحت؟ يعني كابتن فاروق يمكن هو قال صالح جمعه، يمكن انا كنت في الاستوديو هنا وقلت احسن حاجه النهارده ان صالح جمعه رجع وبقى في بلاي ميكر النادي الاهلي والشكل اتغير. كابتن فاروق قال نفس الكلام بالليل ان واضح وجود صالح جمعه طبعا، ويمكن كابتن خالد كلمني في الاخر قال لي طب تنصح صالح بايه؟ بقول له يركز في الكوره بس مش اكتر من كده. فالواحد بيبقى مبسوط لما يشوف صالح موجود في الملعب طبعا. خالد قمر لو رجع زمالك او رجع اي نادي كبير يشتغل زي ما بيشتغل كده، اعتقد بحاجه ثانيه خالص يا كابتن. يعني عايز اقول ايه يا كابتن علاء؟ اتفضل. مصطفى محمد مثلا ده كمان ده احنا كناش عنده فرصه، وكان الولد يا عيني يعني زي ما تقول ايه بينزل عايز يثبت نفسه. انا لو بفكر باي شكل، انا لو بفكر لكن كابتن مدحت خلص عليه في البطوله، لو بفكر يا كابتن مدحت اسمه ايناسيو ولا اسمه ايناسيو ده خلص عليه. لو بفكر انا في نادي الزمالك مستني الزمالك اول واحد ارجعه مصطفى محمد ده طبعا، هو المهاجم رقم واحد دلوقتي بس في النادي بس. مصطفى محمد ان شاء الله ان شاء الله هيرجع وهو بقى دلوقتي بدا يكتسب خبرات وبدا يكتسب خبرات بقى تقيل والسن كمان صغير وده اللي ده هيبقى مستقبل النادي طبعا. ان هو فوتبولر كويس عنده الحس بتاع المركزي بتاعه كويس جدا الحس في الاداء، يمكن في هدف جابه الكره مشتركه بينه وبين المدافع بيدوس عليها وياخد المدافع ادوار يحطها برجله الشمال، لعيب كويس جدا. امبارح عمل واحده في مباراه الاهلي وقف الكره على صدره ولفها وده الحس المكان اللي احنا بنتكلم عليه. مصطفى لعيب كويس جدا ولكن المهاجم دايما زي حارس المرمى، تقعد تديله فرص ما هيكتسب يتراكم الخبرات بتاعته من الفرص لغايه ما يحط رجله واللعيبه تبقى واثقه فيه زي حارس المرمى بالزبط. حارس المرمى لازم تستحمله بقى ماتش يخسرك، ماتش يخليك تتعادل، ماتش تبقى فرحان وفي اخر دقيقه يطير منك المباراه، دي حراس المرمى والمهاجم يضيع اهداف لازم نستحمله. كنا بتكلم على نقطه في فرق ولازم نحطها بقى في الكوره، نتكلم في الكوره فرق بين اللعيبه في الدوري العام المصري في الانديه العامه وفرق بين اللعيبه في الاهلي والزمالك وبيراميدز. طيب عايز اروح للنادي المصري، وبالمناسبه حصل اتصال تليفوني بين زميلنا بسام ابو بكر وبين الاستاذ محمد الخولي عضو مجلس اداره المحترم في مجلس اداره نادي المصري والمشرف على فريق الكره فيما يتعلق بموعد مباراه المصري وبيراميدز او بيراميدز لانه ماتش بيراميدز والمصري. احنا كنا اتكلمنا مع الحاج عامر الماتش 5:30، ده معناه ان احنا مش هنقدر نذيعه على القناه الرئيسيه هي في النايس لانه 5:30 هيتداخل مع ماتش الاهلي والنجوم الساعه 7، فهنضطر نزيعه في قناه اخرى خارج النايل سبورت، المتابعه ما تبقاش بنفس الشكل. بطل الدوري يا كابتن. فطلبنا بالظبط كده فطلبنا انه من هو يتقدم من 5:30 ل 5 عشان يبقى في فرصه ان هو يخلص 7:15 7:10 نخش على الاهلي الساعه 7. طبعا استاذ محمد الخولي مع صديقنا بسام ابو بكر قال له احنا موافقين كمصري. اتصلنا بالاخ العزيز احمد عفيف المتحدث الرسمي الرائع لنادي بيراميدز، قال هيرجع لابو ناصر ويرد علينا. لو وصل رد وتابعوا تاني احمد عفيف يا جماعه هنقوله دلوقتي على طول، وبالتالي هيبقى مطلوب من المصري والبيراميدز اذا وافق يبعتوا فورا جواب للجنه المسابقات الحاج عامر عشان الجدول يتعدل والدنيا كلها تتعدل والدنيا كلها تشوف الماتشين على القناه الرئيسيه. طيب انت رئيس كبير يا كابتن. لا العفو، احنا بنحاول ان الناس تتفرج. والله انت رئيس الناس لازم تنبسط. ده ماتش كمان حلو كمان يا كابتن. ماتش حلو ده بطل الدوري بيراميدز والمصري وحلو كمان. محتاج مشاهده بصراحه ما ينفعش ما يتشافش. محتاج مشاهده حرام انه ما يتشافش يعني.
وبعدين من 5:30 ل 5 ما فرقتش. ما انا كنت سامع حضرتك بتقول للحاج عامر طب ليه مش 5؟ ما هو كان الجدول 5:30، فعشان يعدل من 5:30 ل 5 لازم موافقه الطرفين. الطرفين. فالمصري مشكورا الاستاذ محمد الخوي المحترم وافق وقال احنا اوكي تمام، وادم قال اوكي بقى اوكي يبقى بيراميدز. لازم تقول اوكي. وبعدين من 5:30 ل 5 لا نص مفيش حاجه هتفرق في الخطه. لا لا خالص، خط خطه، حط خطه الخمسه وحط لا في واحده الخمسه وربع. خمسه خمسه وربع الموليه. في ثلاث خطط، في واحده في العصر بين العصر بين الدور والعصر، واحده بعد العصر، واحده بعد الخمسه وربع. بحاجه لاني فرج بيعمل بس ما ينفعش احكيها برضو على الحكايه بتاعت سعاده. يقول لك الساعه 8 وربع الماتش، الساعه 8 يقول لك 8 وثلث هما بيلعبوا فرقه مثلا افريقيا، يقول لك ده معاد ضربه الجزاء اللي جايه. حاجات من هذا القبيل يعني. طيب فهمتني انت. طيب نروح لظاهره المصري يا كابتن علاء. يعني احنا قدامنا انه في اخر مباراتين المصري كان ماشي ما شاء الله الله اكبر، منطلق زي الحصان الاسود، وبعدين اخر مباراتين فقط 5 نقاط من 6 نقاط. يعني تبريرك. هو انا كنت منطلق نتائج واداء بالظبط، وعشان كده كنا بنشيل دايما في النادي المصري وكابتن ايهاب. مباراه الاهلي والمباراه اللي بعدها كمان مع وادي دجله، ايوه اعتقد أسوأ اداء للمصري من يوم ما استلم ايهاب جلال. يعني ده دي مباراه الاهلي اللي كنا هنشوفها حالا. لا مباراه طبعا يعني مباراه الاهلي لا ما كان اداء ما هو المتوسط، مش عايز اقول متوسط، ما كانش في حاجه خالص المصري. هل كان في ثقه مفرطه قبل اللقاء؟ مش مع النادي الاهلي، مع كل الاحترام، مع كل حضرتك كنت بتتكلم، انا كنت موجود مع حضرتك كابتن فاروق، تصريحات وقال انا كنت ممكن العب في مختار التيتش ومش عارف العب فين. بس التصريحات انا ما كنتش متاكد منها، لكن كل التصريحات تتقال او الاحساس يروح دي حاجه خطا جدا قبل ما تلعب النادي الاهلي. ده النادي الاهلي، اسمه النادي الاهلي، اسمه نادي الزمالك، انديه بطولات، لازم في كل حال من الاحوال انت رايح هتلعب بطل كل الاحترام والحب ليه، لازم تحترمه، لازم. ما فيش حاجه اسمها حتى لو انت عامل اداء رائع وانت بتكسب كل مباريات في الاخر انت راح تلعب مين؟ راح العب الاهلي، راح العب الزمالك. انا بقول دايما الفرق الكبيره اصحاب البطولات الكبيره بالظبط. فالوقتي لا، لازم تحترمها كويس قوي وتقدرها كويس قوي. الوقتي اداء بيراميدز، لكن لسه بيراميدز بطولات، انا بتكلم على الاداء اما تروح تلعب فريق كل احترام ليه. فانت راح تلعب النادي الاهلي، لو انت مش محترم النادي الاهلي كنادي اهلي وكبير وبطولاته ولاعيبه وكل حاجه ونادي بيلعب على طوله، لا العقاب هيبقى اللي انت شفته في المباراه دي. اداء وحش قوي، انا ما بتكلمش على نتيجه خالص، اداء وحش قوي للمصري، تركيز وحش قوي، بدايه وحشه، تغييرات مش كويسه، تفكير اللعيبه ونازل الملعب مش دي لعيبه المصري. انا كنت بفرج مش دي لعيبه المصري يا كابتن مدحت. تحس ان هما في نوع، مش عايز اقول مضغوطين لان مصر مش مضغوط، المصري في موقف ممتاز، لكن في نوع من الهدوء اللي هو يعني انا واخد المباراه هادي على هادي. هل ربما كان هناك بعض التغييرات من جانب الكابتن ايهاب جلال التكتيكيه البدايه التكتيكيه صح؟ هل كان هناك البدايه وإيهاب إيهاب بدا بتكتيك غلط او بدا بتشكيله غلط، عشان كده تغييره كان بدري قوي. بعد هدف غير بدري قوي، ان هو حس ان البدايه اللي كان عايزها، او ما كل مدير فني بيتخيل بدايه وتشكيله وعايز يبقى بدايته ازاي. صحيح. اللي كان عايزه إيهاب ممكن يكون اللعيبه مش عارفه تنفذه او مش ما قدرش تنفذه كويس. فبدا الاداء شكله وحش و1-0 لا راح مغير بسرعه. لما المدير الفني غير بسرعه كده كنت مدحت تعرف ان هو كان طالب حاجه معينه او كان بيامل حاجه معينه ما حصلتش. هو لعب مباراه الاهلي زي مباراه الزمالك. ما ينفعش. بس هو في الزمالك كان رائع كويس، عشان هو الناحيه التكتيكيه زي ما بيقول علاء تناسب المباراه. هو دايما المدرب، انا مثلا بعمل طريقه اداء، بعمل طريقه اداء ما تناسبكش عشان انا اكسب، وانت لو بتعمل طريقه اداء هتعمل طريقه اداء ما تناسبنيش عشان تكسبني. هو عمل طريقة أداء في مباراة الزمالك لا تناسب نادي الزمالك، عشان كده لعب كويس وسيطر واستحوذ. مباراة الأهلي لعب 3-4-3 هي دي، وأنا كنت أنا وعلاء يمكن في الاستوديو بيلعبوا 3-4-3، لازم هيحصل تغيير، وفعلا التغيير حصل بدري أوي كمان. أنا قلت التغيير لازم التغيير من بدري. ليه؟ النادي الأهلي عنده أطراف بتجري بالكورة، بتجري بالكورة، وإحنا بنتكلم عن المهارة الفردية،
ونادي الزمالك عنده اطراف بتجري بالكوره، لكن ما عنده نادي الاهلي عنده مهاجم يقدر يجيب جول. الفتره دي كان نادي الزمالك ابو طيب ما كانش يقدر يجيب هدف، فدي كان الفرق بين الاثنين. فلعب مباراه الزمالك بالطريقه دي فنجح، اما جه لعب النادي الاهلي لعب بنفس الطريقه ما عرفش يستحوذ على نص الملعب. نص الملعب النادي الاهلي خده من بدايه المباراه، من بدايه المباراه خلاص بقى المباراه في اتجاه واحد. نعم. لدرجه التغييرات بتاعته كان اول تغيير مش عارف الدقيقه حاجه و20 بدري عشان يعدل طريقه اللعب. عشان يعدل طريقه يعني اللعب. يعني اذا التغييرات التكتيكيه اثرت طبعا. طب هل يا كابتن فاروق في ظل امتلاكه لقموت ووادي درايبر لعيب كويس جدا جدا، هل يصلح ان يلعب المصري براسي حربه؟ ما هو طبعا بترجع لطموح المدرب في المباراه، ولكل مباراه مثلا طموح. ما طبعا يا كابتن هو انت ممكن تلاقي العناصر هي لكن التوظيف يختلف. يعني توظيف اللعيبه في المباراه يختلف. لكن انا مثلا بلعب لعيب نص ملعب، انت عايز توظفني ابقى اروح لقدام شويه ابقى تحت المهاجم، عايز توظفني ابقى تحت في حد المدافعين السينما ابدا الهجمه. شوف وادي ومهاراته جامد، ده لعيب ده وبيلعب بدماغه وبيشوطه قوي وجسمه كمان جامد جدا كمان جسمه جامد. هم عموما المصري فيه ميزه الكرات الثابته، افضل الفرق في الدوري المصري في الكرات الثابته. يعني عشان احنا بنحلل فاحنا متابعين المصري افضل ما يسجل في الكرات الثابته، هنلاقي كل اهداف المصري معظمها 90% منها كرات ثابته. بجانب المصري عنده هو ايهاب عمل طفره كويسه جدا في الفرقه طبعاً. ان بدا يرجع الفرقه تلعب عندها الثقه وتلعب كوره وبقت ند للفرقه الثانيه. ما بقتش يعني حسام حسن هو عمل الطفره الكبيره في تاريخ نادي المصري. يعني مش في التاريخ القريب، يعني في الثلاث اربع سنين اللي فاتوا حسام عمل طفره كبيره جدا في النادي المصري. بدا يجيب لعيبه صغيره اعتمدوا على النواحي البدنيه، الضغط، الجراءه، الدوافع، معنويات اكتر من الفنيات. ولكن بعد كده بدا يطور الاداء الى فنيات ومعنويات، فبدا يوصل للكونفدراليه وبيهدد الاهلي والزمالك وبيكسب الاهلي والزمالك حسام. بعد كده اما مشي حسام وجه ايهاب نفس النمط، ولكن ايهاب هادي شويه، بيعتمد على الفنيات على الاداء الجماعي. في مباريات انت بتحتاج اداء جماعي، تحتاج اداء جماعي والتحضير، لكن في مباريات كبيره ما تنفعش فيها الاداء الجماعي، محتاج على الاداء الفردي، الفردي يعمل فارق هنا، وخصوصا اهلي وزمالك ما بيدافعوش، نص الملعب كله هجومي، فانت لو عندك واحد يبقى موجود في نص الملعب منسق يقدر يبدا لك هجمه، وده اللي حصل في مباراه الاهلي والمصري. الاهلي من بدايه المباراه كابتن مدحت عبر عن نفسه، موجود مسيطر على نص الملعب، بيعمل بقى التشكيل ازاي هيجيب هدف، يعني الافكار كلها ازاي هيجيب الهدف. وايهاب جلال في المباراه دي كان رد فعل مش فعل خالص، ان هو ما بيروحش عند جول النادي الاهلي زي امبارح. طب يا كابتن، هو كابتن ايهاب عمل 3-4-3، طب هل ده عيب في اداء اللعيبه؟ لا يعني هو توظيف، انت حفظت حضرتني كويس في الاسبوع بالطريقه دي، فانا حفظته وخلاص وشربتها ورايح على الملعب هي دي كويس. جيت بعد 10 دقائق ربع ساعه عايز تغيرها بقى، دي بتحصل قلق لمده ربع ساعه 10 دقائق. خلي بالك امبارح اما اطرد لعيب الطلايع حصل دربكه طبعا، النادي الاهلي بقى اكثر ضغطا صح، والطلائع مش حمل ان هو يلعب عشان بالظبط بالظبط. عليك نور يا كابتن، عليك نور صح، ونزول وليد عليك كمان نور. عامل ضغط زياده والتاني بدا خلاص بقى انت بقى في منافسه، فرقه عايزه تكسب وفرقه مش عايزه تخسر، عايزه تحافظ على التعادل بالظبط. لا يمكن، وانا بقول أسوأ نتيجه ان انت تنزل تلعبها وانت مدرب تدير مباراه ان انت عايز تتعادل. اه طبعا يعني خلاص يبقى انت مش مدرب. لو رحت الحته دي ان هتعادل في المباراه دي لا هتخسر، لا من المباراه مش بتاعتك هتخسر يعني انت بتلعب منافس. فانا شايف ايهاب ما كانش موافق، لكن عايز اشيد بايهاب ان هو عمل طفره كبيره في النادي المصري في الاداء الجماعي طبعًا بشكل كويس جدا طبعا طبعا. وبعدين اتنقلوا نقله جامده جدا، ده ترتيبهم النهارده في الجدول الرابع. الرابع امال ايه الجدول، عامل طفره يعني عمل طفره لا دي اكيد. لكن هو مدرب كويس الاهلي لا، هل هو خانه التوفيق او ان هو يلعب بالطريقه دي او اللعيب ما اديتش يا كابتن مدحت؟ يعني هو الحقيقه لا يعني صعب، لم يؤدي بالشكل احنا كنا متوقعين بالظبط. الجدول يا كابتن صعب، لان المصري ادانا احساس بانه فرق، وهي طبعا هو اكيد فرق كبير يعني. فتصورنا يومها بالذات انه هنشوف برضو في نديه في المباراه، لكن هي مباراه بالظبط، هي مباراه. طيب اخر حاجه عندي عشان فاضل لي بالظبط 5 دقائق من دلوقتي، وهي ظاهره الهبوط دي هتبقى عندك كابتن علاء. يعني خلينا طبعا خلينا نقول ان عندنا فريقين تحت، النجوم والداخليه. طبعا خلاص احنا عارفين الداخليه تعادلت بمنتهى الكفاءه العاليه 2-2 اخيرا مع المقاولين، خطفت نقطه حركتها للنقطه 27. عندنا النجوم ما زال في المركز الاخير برصيد 25 نقطه قبل 4 مباريات من النهايه.
يعني دون ان يكون لنا احكام مسبقه، ولكن النجوم الداخليه موقفهم اعتقد بقى صعب قوي يا جدا جدا جدا، يعني محتاجين معجزه. الداخليه عايزه معجزه مش طبيعيه. النجوم مع الاحترام الكامل للنجوم لا خلاص 25 ده كابتن مدحت الموضوع تماما انتهى مع كل احترام او في ماتشات وكلام ده، لكن لا الموضوع بقى بعيد قوي. نعم مكسب انبي النهارده دخل حرس مشكله، لانه حرس فاجئنا بالمكسب بالظبط، يعني مكسب الحرس مع الاسماعيلي النهارده انبي جيم ما كسب النهارده، لا ده دخل حرس في مشكله كبيره جدا النهارده عشان تقول انا خلاص في مكانك كويس 35 36 يبقى انت تمام موافق، لكن من اول بتروجيت من اول بتروجيت امبي حارس داخليه نجوم مع كل احترام للنجوم والداخليه الموضوع بقى صعب جدا المشكله الوقت والعين زي ما بقول كده بقت على الحارس النهارده امبي مكسبه خلى الحارس مضغوط ضغطه مش طبيعيه بالزبط. لان الوقت 32 امبي عندها 33 كل المباريات القادمه بالنسبه بقى الوقت في دوري ثاني بين الحارس وامبي. طب خلينا لعبكم لعبه سريعه فضل. جدا بس عايزه اجابات سريعه للغايه. انا جايب لكم الماتشات المتبقيه للفرق اللي هي من اول نقطه 25 اللي هو النجوم لغايه طلاع الجيش اللي هو 34 نقطه، اعتقد هم دول اللي في الدايره دي اكيد، لان اول واحد 35 سموحه اتصور ان هو بره اللعبه. لا خلاص سموحه عدى. طيب سريعا بس عايز اجابات سريعه. اتفضل. طلاع الجيش فاضل لها ثلاث مباريات. انتوا هتقولوا لي على طول الماتش طلع جيش وكذا نتيجته ايه؟ تعادل ولا خساره ولا مكسب؟ كابتن فاروق صحصح لي. معاك. طلع جيش وبتروجيت؟ تعادل يبقى كده هندي لطلع نقطه. احنا لسه معاك يا كابتن فاروق. اتفضل. طلع جيش والاتحاد السكندري؟ الماتش ما انا مش عارف الماتشات فين. ما انا هقول لك اهو. مش هتفرق بقى فين ما فيش جمهور بقى. طلع جيش وبتروجيت تعادل. طلع جيش والاتحاد السكندري؟ أنا برضك شايف طلائع ممكن يكسب. طلائع ممكن يكسب ثلاث نقط. طلع جيش والمقصة؟ تعادل. نقط خلاص. يبقى أنت كده اديت للطلائع خمس نقط. خمس نقط. هاجي لك على بتروجيت. اتفضل. مش هنرجع نفس الفريق. طيب. بتروجيت وطلائع الجيش. مكسب الطلائع. مكسب الطلائع، مكسب الطلائع يبقى كده بتروجيت صفر. بتروجيت وسموحة. بتروجيت وسموحة مكسب سموحة. يبقى دي صفرين. بتروجيت والمقاولين العرب. تعادل اديته كده نقطة. اوكي كابتن فاروق امبي امبي والاتحاد السكندري تعادل نقطة. امبي والاهلي. الاهلي الله يرحمه بقى صعب اي حد مع الاهلي الله يرحمه مع كل احترام لامبي او غير امبي. طب طيب امبي والمقصة. المقصة وامبي تعادل نقطة. امبي والنجوم امبي ثلاث نقط. يبقى انت كده اديت امبي خمس نقط. الحرس كابتن علاء. اتفضل. الحرس والمصري. مصري. يبقى كده بدون. الحرس والزمالك. اكيد الزمالك. يبقى بدون. الحرس ودجله. الحرس. الحرس ادي ثلاث نقط. الحرس وبيراميدز. بيراميدز. يبقى ما اديتوش هنا، يبقى اديته هنا ثلاث نقط. داخليه يا كوتش. اتفضل. داخليه والزمالك. زمالك. ماشي. الداخليه والاسماعيلي. تعادل. ادي نقطة. الداخلية والمصري. المصري. بدون. انت كده ايه يعني يبقى نقطة واحدة. اخر حاجة. اتفضل يا كابتن. النجوم. النجوم والاهلي. الاهلي. طبعا. النجوم والمقصة. مقصة. النجوم وبيراميدز. بيراميدز. النجوم وامبي. امبي. وانا وانت. طب كابتن مدحت بقى ما عندكش ولا نقطة. ما فيش بقول لحضرتك. طب بعد اذنك. بقول لحضرتك الحقيقة والله. احسب البلوك كده. هحسب لك اهو. يلا. طلع الجيش حط له خمس نقط على 34 يبقى طلع الجيش 39 عدى. بتروجيت اديته نقطه واحده على 34 بقى 35. امبي اديتوه خمس نقط على 30 بقى 35. الحرس ثلاث نقط على 32 بقى 35. نهار ابيض. الداخليه انا امبي لا امبي 33 5 بقى 38 أنا آسف. إم بي 38 38 صح كده. 38 بالظبط كده. إم بي 38 سوري. الداخلية اديت له نقطة. على ال 27 بقى 28. النجوم ما اديتلوش حاجة. يبقى كده نزلتوا النجوم ونزلتوا الداخلية طبعًا
وهنا بقى الصراع 35 38 35 39. خلي بالك انا ما رحتش ناحيه سموحه لان سموحه كده هياخد نقط. لا سموحه ما عدا. تخيل بقى ان ممكن جدا الصراع يبقى ما بين حرس الحدود وما بين بتروجيت على المركز الثالث اللي هينزل عشان مكسب النهارده. تخيل اللي عمل كل ده مين النهارده؟ اه مكسب ام بي. يعني تخيلوا يا جماعه سجلوا لنا الحاله دي مسجله، افتكروا تاريخها. اه والله بنقول ان النجوم والداخليه هابطه وما تسمعوش كلامنا وشدوا حيلكم للنجوم والداخليه، احنا بنتكلم كلام بنسلي الناس. والصراع هيبقى ما بين حرس الحدود وبتروجيت على مدى سيهبط بصحبه الداخليه والنجوم، والله اعلم. وكذب المنجمون ولو صدقوا، ولو صدقوا صدقوا ولو احنا ما بننجمش، احنا ولو صادقوا خلاص. لا هي ولو صدفوا يعني تصادف ان اللي قالوه مشي. طب خلاص ربنا يصحح حاجه ونتحاسب. نتعلم منك بقى. العفو، نتعلم منك. كل واحد بيتعلم. كل واحد. شرفت ونورتك يا كابتن. ربنا يخليك. شكرا جزيلا. شرفت يا كابتن علي. شكرا جزيلا. شكرا. غدا بمشيئه الرحمن نلعب خماسي، السبت ناجز لحد نكون مع حضراتكم. اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.